الصف الثاني الثانوي. اتمنى ان شاء الله بامر الله مراجعه كده جميله، حصه النهارده ان شاء الله لذيذه جدا، هرجع لك كل حاجه ان شاء الله في المنهج بتاعك. عندك الجرامر، عندك الفوكاب، عندك اللانجوج نوتس المحاضره بتاعتنا، ازاي المقال ترانسليشن الترجمه، هرجع لك ان شاء الله كل حاجه في الامتحان. اتمنى ما يفوتكش اي حاجه في هذا الفيديو الجميل. كمان عشان ما تنساش بعتنا لك على الجروبات بتاعتنا النهارده مراجعه ملخص العمالقه محلوله جاهزه. تمام، كل اللي عايزه منك هتقرا بس الجمل محلها. وبعتنا لك كمان النهارده مراجعه ملخص دي اوكي برضه محلوله جاهزه، توفير الوقت لوقتك طبعا، لان مفيش وقت قدام الامتحان ده، كل موضوع يوم ونص قدامك النهارده وبكره. اتمنى تعمل اللي عليك وتشد حيلك ان شاء الله بامر الله، الامتحان هيبقى كويس جدا. وكمان ما تخافش من حاجه، الامتحان ان شاء الله مش بعض، امتحاناتك في السنتر عندنا اصعب من امتحان الترم بتاعك. اعمل اللي عليك، شد حيلك، انت بطل وقدها وهتقدر. هنبدا الحصه كام بتاعتنا ان شاء الله، مراجعه كده جميله، اتمنى تستفاد كل حاجه. عايز تسجل ملاحظات ورايا سجل عادي خالص، اعمل اللي انت عايزه، اسمع الفيديو كمان اخر، اوعى يفوتك حاجه منه. تعالى كده معايا بسم الله نبدا المحاضره بتاعتنا. اول حاجه عندك لانجوج نوتس، شويه ملاحظات كده اهو، ايه نملك جوه المنهج كمان. عندك مثلا الفرق بين كلمه اذر وكلمه انذر وكلمه اخر. ايه الفرق بينهم؟ اول حاجه كلمه اذر معناها اخر او اخرى. بيقول لي يا غالي رقم واحد ياتي بعدها اسم جمع، بيجي ورا اسم جمع ازاي؟ اقول لك مثلا اذر بويز، اولاد اخرون، ورا اسم جمع. اثنين بيقول لي ياتي بعدها اسم لا يعد، اسم لا يعد ما انجمعش. اقول لك مثلا اذر انفورميشن، معلومات اخرى لا تعد، اذر نيوز، اذر اكويبمنت. ثلاثة تسبق بعد وتسبق بذا، قدامها عدد او قدامها ذا. اقول لك مثلا the other book، الكتاب الاخر، كلمة other قدامها ذا، او تسبق بعد. اقول لك to other books، كتابين اخرين. بقى عندي كلمة other اول حاجه بعد اسم جمع او اسم لا يعد، قدامها يا اما عدد يا اما تسبق بذات. كلمه انذر معناها برضو اخر او اخرى. خلي بالك ان كلمه انذر بعدها اسم مفرد، وراها اسم مفرد. ازاي؟ اقول لك مثلا انذر باك، كتاب اخر، او بعدها عدد وراها عدد. اقول لك مثلا another two box. خلي بالك بقى كده نقطة حلوة، لو ملاحظ ان كلمة another العدد ورا، another العدد ورا، لكن كلمة other العدد قدام، خلي بالك عشان ما تغلطش. عندك كلمة others معناها اخرون، ودي علامة ضمير، يعني بس كام عادي. اقول لك some boys، بعض الاولاد، لايك بيحبوا التنس، بعض الاولاد بيحبوا التنس. اذرز الاخرون دونت لايك ات، الاخرون لا يحبون التنس. فكلمه اذرز ضمير في اول الجمله الثانيه او ممكن تيجي في اخر الجمله، يبقى اذرز معناها الاخرون. ده الفرق بين اذر وانذر واذرز. بعد كده عندك حاجة اسمها هاف أو هاف ذا رايت تو وبي رايت تو، إيه الفرق بينهم؟ الأول وأنت بتحل شايف أنا مدي كلمة ذا لون أحمر، ليه؟ عشان عايزك تعرف إن لو أنا عندي ذا في الجملة لازم أختار هاف وهاف. هاف وهاف ذا رايت تو معناها لديه الحق فيه. أقول لك مثلا هي إز، هو بيكون 25 years، عنده 25 سنة. He has the right to vote، من حقه ان هو يصوت في الانتخابات. لكن لو انا قلت لك be right to، طبعا انت عارف فرق بين to be، بخليه اهلي ازي ار يو زي وير. لو قلت لك be right to معناها انت على حق، انت على صواب، يعني اقول لك كلامك صح. You are right، انت على حق.
يبقى انا عندي هاف او هاز تملاها في الجمله زي ما اختار ذا رايت، لكن بي رايت تو انت على حق او على صواب. خلي بالك كلمه رايت معناها صحيح او حق وصواب او حق وصواب. بعد كده الفرق بين كلمه لايك وكلمه هاز. خلي بالك لايك ده معناها يا استاذ يشبه او مثل، بتدل على التشبيه. ازاي؟ اقول لك مثلا على سبيل المثال ذا بوبت الشاعر لايكنز يشبه هز بلاد بيشبه محبوبته تو ذا مون بالقمر. الشاعر يشبه محبوبته بالقمر. او اقول لك هي رانز بيجري لايك ا هورس، ده بيجري كالحصان. هل هو حصان؟ طبعا لا، انا بشبههم بالحصان في الصلاه. يبقى كلمه لايك معناها حرف كابيتال بتاع التشبيه، يشبه يشبه مثل. خلي بالك في حاجه اسمها انلايك. انلايك معناها على عكس او بخلاف. اقول لك مثلا unlike his father بخلاف والده احمد از بيكون مين؟ بخيل. يبقى ده معناه ان ابوه بيكون جنرال سخي وكريم. يبقى unlike على عكس. عندك كلمه از دي اول حاجه بتساوي بيتجاوز معناها لان. تاني حاجه از دي غالبا بتساوي واي وراها طبعا ماضي مستمر ماضي بسيط. عندك واي واز جاست از ماضي مستمر ماضي بسيط. از معناها كان، بدل على شيء حقيقي او واقع بيجي بعدها الوظيفه. اقول لك هي وركس، هي وركس يعمل از الدكتور بيشتغل كدكتور از بعدها الوظيفه. از ممكن يبقى اسم، اقول لك از ابوي كولد، از امان كرجل، از اجاب كبنت. از ممكن يبقى خلي بالك التصريف التالت، اقول لك مثلا از بلاند كما هو مخطط. يبقى كلمه از بتساوي مثلا بتساوي حرف كاف بعدها الوظيفه. عندك الاغي ورا اسمك از بعدها التصريف اساس. يبقى رايك يشبه دل على شيء خيالي او تشبيه، لكن از بدل على شيء حقيقي او واقعي. خلي بالك عندك الصفة زي ما انت عارف، انت خدت قبل كده ان الصفة دي لها اماكن كثيرة. اول حاجة الصفة قبل الاسم، دي اول مكان للصفة. الصفة قبل الاسم، يبقى عندك اسم حط قدامه الصفة. ازاي؟ اقول لك مثلا هي از هو بيكون يا غالي الطول بوي ولا الطول. كلمة بوي اس قدامه صفة، يبقى واحد الصفة قبل الاسم. رقم اتنين زي ما انت عارف ان الصفة يا غالي بعد افعال مثل، في افعال بعدها الصفة. زي ايه الصفة؟ الصفة بعد افعال زي فعل سي بيجي ورا صفة، ساوند يبدو ورا صفة، اكبير ورا صفة، لوك بمعنى يبدو ورا صفة، فيرب تو بي انه عام ويز وار او ويز او ويل بعدهم صفة، الفعل فيل، الفعل تيست، الفعل هو، الفعل بيكام، الفعل جت. كل هذه الافعال بيجي بعدها صفر. ازاي اديني كام سؤال؟ اقول لك مثلا هي از هو بيكون ساد حزين او زعلان. اقول لك مثلا هي لوكس يبدو، لوك ايه معناها يبدو؟ هي لوكس اندري يبدو ان هو غضبان. فهتلاقي ان هذه الافعال بعدها صفر. ده بس كده خلي بالك، ده كمان تاتي الصفه بعد كلمات مثل. في كلمات بيجي وراها صفر زي ايه؟ عندك كلمه جبل وكلمه صمت وكلمه اني وكلمه نو. every some any no، لو بعدهم كلمه one او كلمه body او كلمه where، لو انا عندي كلمه every
everyone, everybody, everywhere, someone, somebody, somewhere, anyone, anybody, anywhere, no one, nobody, nowhere. هذه كلمات أغاني بعدهم صفر. يعني جه مرة حد تجربة قبل كده بقول لك مثلا I can't find not to leave it. عايز اقول مثلا مش لاقي مكان امن عايش من ضمن الاختيار رقم ايه؟ anywhere safe. anywhere safe. رقم دي safe anywhere. بص كده معايا، عايز اقول انا مش لاقي مكان امن عايش، اختار anywhere safe يعني الصفه بعد anywhere، ولا اختار الصفه قبل anywhere؟ لا، الصفه بعد هذه الكلمات. يبقى الإجابة الأولى أختار إنوير وبعدها الصفة، يبقى الصفة بعد هذه الكلمة. خلي بالك كمان بيقول لي توجد صفات، في صفات أغاني لا يأتي بعدها اسم، في صفات ما بيجيش بعدها اسم أبدا. زي عندك مثلا كلمة ألاي، كلمة أسليب نام أو العسان، كلمة أو مستيقظ، كلمة مثلا أبسنت غائب، وطبعا أهم كلمة زي ما أنت عارف كلمة ألمون. الكلمات دي كلمة ألايف أو قيد الحياة، هذه الكلمات ما بيجيش اسم ورا نهائي. يعني أنا قلت مثلا هي أس، هو بيكون أسليب. دي كده غني اجابه صحيحه، لكن ما ينفعش اقول لك هي از سليب بوي. لو انا قلت لك هي از، هو بيكون سليب بوي، دي كده اجابه خاطئه. يبقى تاني هذه الصفات، الصفات دي الايك سليب اووك ابسنت الون الايك، وفي كلمه كمان اسمها ابسنت. تمام، هذه الصفات ما بيجيش اسم وراها ابدا نهائي، عمرها ما بيجي اسم وراها. تبقى الصفه قبل الاسم، الصفه بعد هذه الافعال، الصفه بعد هذه الكلمات. خلي بالك هذه الكلمات صفه ما بيجيش اسم وراها. ادي اول حاجه. عندك بعد كده الفرق بين كلمه remember وكلمه remind. كلمة remember زي ما انت عارف معناها تذكر من تلقاء نفسه، هي تذكر من تلقاء نفسه، يعني واحد هو اللي افتكر حاجة. أقول لك I remember when I went home، لما ذهبت المنزل I remember to do my homework، أنا افتكرت أد الواجب بتاعي، يبقى أنا افتكرت، أنا اللي افتكرت فأنا هعمل حاجة. كلمة remind حرف جر of معاها remind، تاخد معاها of. لما أقول لك remind of معناها يذكر شخص بشيء. يعني ايه تذكر شخص بشيء؟ في حاجه بتفكرك، يا اما يكون شخص، في شخص بيفكرك بحاجه، يا اما في شيء بيفكرك بحاجه. يعني مثلا اقول لك الكالندر اللي هو التقويم اللي معاك التليفون ده بيفكرني مثلا بعيد ميلادي، او في شخص فكرني، هو انا جبت علي لما قابلت علي كان ريمايند مي اوف، هو فكرني بيس فازر جول علي يجي والده ففكر من والده. يبقى كلمة ريمايند ديت حاجة بتفكرك بشيء، حاجة بتفكرك بحاجة تانية، لكن ريمبر أنت بتفتقد من تلقاء نفسك. خلي بالك كلمة أورجن معناها عضو في جسم الإنسان، عضو في جسم، عضو في جسم الإنسان. زي أنت عندك برين المخ عضو في الجسم، يعني خلي بالك كلمة مايند، مايند دي معناها العقل. عارف يعني العقل يعتقد التفكير بتاعك، وكفعل معناها يمانع، ومايند دي جرى الجرند كفعل غالي. خلي بالك كلمه مايند العقل بقى دي ليست عضو في الجسم، العين المايند العقل طريقه التفكير ليست عضو في الجسم، لكن برين المخ ده عضو في جسم الانسان. عندك ممبر معناها عضو في اسره او في جماعه او عضو في النادي، فاسمها ممبر. يبقى كلمة ممبر عضو في أسرة في جماعة في نادي، لكن أورجان عضو في جسم الإنسان. عندك بعد كده كلمة بوست،
بص الدبل او دي معناها يا استاذ بدعم او يعزز، بتساوي بالظبط كلمه سبورت يدعم، بتساوي برضه كلمه انكارج يشجع يعزز يدعم، يبقى بوست. لكن بي او اي اسمها بوست معناها يتباهى يتباهى او يتفاخر، واحد بتباهى بفلوسه بتباهى بمنصبه فاسمها بوست. كلمة انكارج معناها يشجع على، تاخد معاها حاجتين انكارج تو ثم المثل وانكارج اون. طبعا اون هو هذا الاسم يجب، يبقى انكارج شجع. منها كلمة انكارجينج، كلمة انكارجينج دي صفة، صفة معناها مشجع، دي صفة صفة دي معناها مشجع. اقول لك هذا سبيتش كلام مشجع، هذا سبيتش كلام was encouraging to me، كلام كان مشجع ليا and helped me to study، ساعدني اني اذاكر، فدي صفر encouraging مشجع دي صفر. في بقى حاجه اسمها encouragement، encouragement معناها تشجيع دي اس. خلي بالك في حاجه من بره اسمها discourage، discourage from معناها يحبط من، discourage from يحبط، يبقى انا عندي encourage يشجع، discourage from يحبط من. كلمة protect يحمي، تاخد معاها يا اما from protect from يحمي من، يا اما protect against يحمي ضد او يحمي من ضد، يبقى protect from against. في حاجة اسمها protection، protection معناها الحماية. خلي بالك في حاجة اسمها بروتكتيف، بروتكتيف طبعا معناها واقي، بروتكتيف معناها واقي، دي صفة علامي زي ما اقول لك مثلا ماي بروتكتيف جلاسز النضارة الواقي، بروتكتيف واقي او حامي اسم. خلي بالك في افعال بعدها تكون مصدر واي ان دي وفي اختلاف في المعنى، زي ايه؟ كلمة ريمبر لو بعدها غالي، خلي دي مهمة، ريمبر لو بعدها اي ان دي لها معنى، ولو بعدها تكون مصدر لها معنى تاني. ازاي؟ تعال بص كده معايا. لو انا قلت لك ريمبر وراها الجيم دي معناها يتذكر او تذكر شيء ما، افتكر حاجة في الماضي، افتكر ان هو عامل حاجة في الماضي. دي مثال اقول لك وانا واز يونج لما كنت صغير اي ريمبر فيزيتنج اكس، بص كده وين اي واز يونج لما كنت صغير، كلام في الماضي اي ريمبر انا فاكر فيزيتنج اكس، فاكر ان انا زرت اسكندريه، يبقى انا فاكر زرتها في الماضي فريمبر وراها الجيران ده. طب خلي بالك ريمبر لو تقول مصدر معناها يتذكر ان يفعل شيء ما، يعني يتذكر يفعل شيء ما، يعني بالخصوص كده لم يفعل حدث لسه ما عملوش غير. ازاي؟ اقول لك before going to bed قبل ان تذهب الى السرير remember تذكر، قبل ما تروح تنام remember تذكر to turn off، افتكر انك تطفي غالي your computer قبل ما تنام، افتكر انك تطفي جهاز الكمبيوتر، فانا لسه ما نمتش لما اجي انام هفتكر ان هطفي الجهاز بتاعي، يبقى انا لسه هعمل حاجه، يبقى انا ريمبر بعدها تكون مصدر. وخلي بالك كمان لو الفعل ده في صله الامر، فعل ريمبر دونت فورجيت امر وراه تكون مصدر. عندك كلمه ريجريت، ريجريت لو وراها الجيم دي معناها يندم على شيء في الماضي، ندمان على حاجه في الماضي سواء عملها او ما عملهاش. يعني اقول لك انا ندمان ان انا ما ذاكرتش، يبقى اي ريجريت نوت ستادينج لاست يير، ندمان ان ما ذاكرتش السنه اللي فاتت، يبقى ريجريت وراها الجيم. طب انا ندمان ان شاهدت هذا الفيلم السيء، يبقى انا شاهدت الفيلم شاهدته خالص في الماضي، يبقى اي ريجريت واتشينج
ذس بورينج فيلم. البربيت طلع جيراند بتشير للماضي. وخلي بالك من بره لو جمعت في الامتحان قواعد مع بعض، لو ريبريت وراها الجيران قدام قاعد اي وش هتحط وراها ماضي تاني. ليه؟ لان ريبريت والجيران اللي بتشيل الماضي يبقى اي وش ثم وراها فاعل احط الماضي تاني لانها بتشيل الماضي. ريبريت لو بعدها تو ثم المصدر، تو ثم المصدر معناها يكسب لانه مضطر ان يفعل شيء ما. زعلان لانه مضطر يعمل حاجه. انا سمعت خبر سيء وجاي بلغ بهذا الخبر، مش هكون فرحان طبعا، هبقى زعلان لا خبر سيء. بقول لك اي ريجريت، انا باسف والله انا زعلان جدا تو تيل يو ان انا ابلغك ذات يور ماركس درجاتك ار لونج. كلمه ستوب زي ما انت عارف ستوب لو ورا الجيم معاها يقلع، يقلع نهائيا عن فعل شيء ما، بطل يعمل. زي اشهر مثال حافظينه على ستوب سموكينج، انا بطلت التدخين يا غالي، يبقى انا بطلت خلاص. الدمج اور هيلث او الدمجز بيدمر ماي هيلث صحتي، يبقى انا بطلت التدخين اقلعت عنه، يبقى ستوب ورا الجينات. ستوب لو بعدها تبص ثم المصدر معناها يتوقف، خلي بالك لكي، وانت بتترجم هيطلع معاك لكي. اديني كمثال اقول لك وايل going to school، وانا رايح المدرسه يا غالي I stopped، انا توقفت لبقى بس كده to buy، علشان اشتري a sandwich as I was hungry، انا كنت جعان فانا توقفت. ليه؟ لكي اشتري، توقف لكي. فهتلاقي عندك ستوب وراها طول توقف لكي. يبقى انا عندي ستوب والجيران بطل يعمل حاجه خلاص، لو وراها طول توقف لكي. خلي بالك ان كلمه ريجريت لو وراها الجيران يندم على شيء في الماضي، لو ريجريت بعدها طول المصدر معناها يأسف لانه مضطر يعمل حاجه. عندك ريمبر وراها الجيران تذكر شيء في الماضي، ريمبر لو طول المصدر معناها تذكر ان يفعل شيء. بمره خلي بالك في فعل اسمه تراي، تراي وحاول، لو بعدها قال لي اي ان دي ورا الجيران معناها يجرب شيء، بيجرب حاجه اللي يرى نفسه. واحد يقول لي مستر اي هاف هيديك، انا عندي صداع، فانا نقول تراي جرب تيكينج ذيس از بين، حاول تاخد حبات الحجازيه شوف هتعمل. لو تراي بعدها ثم المصدر معناها يعني يحاول فعل شيء ما ولا ينجح فيه، ما بينجحش فيه. اقول لك I tried to persuade him، I tried to persuade him، حاولت اقنعه تقام مقص يجي معانا، but refused، رفض. فبيحاول يعمل حاجه لكنه بيفشل فيها. بعد كده عندك الصفه المركبه، دي مهمه ان شاء الله هتجيلك في الامتحان. الصفه المركبه غالي هو من اوان ثم عدد ثم الصفه، خلي بالك مفرد بدون اضافات، الصفه مفرد بدون اي اضافات، من غير اي حاجه خالص، ما فيهاش اي اضافات، ثم اسم ورا، يبقى اوان ثم عدد الصفه من غير اي اضافات ورا اسم. ازاي؟ اقول لك مثلا I have a two not contract at this company، في هذا الشكل. اختار رقمي، قال لي year، رقم B years، رقم C years، رقم D years. اخد منها واحده جدا حلو، تبص في الجمله لقيت يا غالي انا عندي عدد الاول A وان الاول ثم عدد وادي اسم. طالما عندي A وان ثم عدد يبقى الصفه اسمها الصفه المركبه من غير اي اضافات، فاختار كلمه year الاولى. يبقى عندي A وان ثم عدد يبقى الصفه من غير اي اضافات. خلي بالك حته كده مهمه،
في حل وجود كلمة طيب. لو أنا بحل وعندي كلمة طيب بقول نضع حاجتين، أبوستروف إس مع المفرد، أبوستروف إس مع المفرد، وإس أبوستروف مع الجمع. يبقى أنا بحل لقيت كلمة طيب، أبوستروف إس مع المفرد، إس أبوستروف مع الجمع. إزاي؟ أقول لك مثلا I will let meet him، أنا سوف أقابله إن بصينا كده تو اتنين جامعة، أقول لك weeks time، weeks إس أبوستروف time، أنا عندي كلمة طيب واتنين جامعة فإس أبوستروف. طب لو خليتها واحد one يبقى أبوستروف إس one weeks time، يبقى في كلمة طيب أبوستروف إس مع المفرد إس أبوستروف مع الجامعة. خلي بالك الافعال اللي جايه دي لها ملاحظات مهمه، تعالى كده بس معايا. اول حاجه الفعل يعني let، زي ما انت عارف ان let بعدها مفعول ثم المصدر معناها يسمح لي. طب كلمه allow، allow بعدها يعني مفعول ثم تو زائد المصدر، يبقى let وراها المصدر allow تو المصدر يسمح لي. خلي بالك في جنب هنا كده، لو الفعل allow أو suggest أو recommend أو يعني كلمة advice أو مثلا كلمة permit أو كلمة encourage، الأفعال دي كده هيبقى بدون مفعول بعدها. لو الأفعال دي مفيش وراها مفعول نضع اي ان دي. الانسان بيقول لي هي allowed me not here، وهي allowed not here. طب بص معايا، قال لي اختار رقم ايه؟ تو بار بي بار بي. تعال نوزع كده كل واحدة في مكانها. أي جملة تاخد تو بار وأي جملة تاخد بار. لو أنا بصيت مثلا في الجملة اللام بعدها مفعول، طالما اللام بعدها مفعول يبقى لازم أحط تو المصدر، يبقى اخترنا قاعدة يبقى هنا تو بار. اللام بدون مفعول يبقى لازم أحط الجيرة باركينج. طب جملة الناس الشغل بيقول لي I was allowed، I was allowed not here، اختار باركينج ولا تو بار. لو انت بصيت في الجمله هتلاقي ان قال لي مفيش مفعول وراها، بس خلي بالك الجمله بس فيها مصدر، يعني بس فيها مصدر وراها طول مصدر، يعني الجمله بس وراها طول مصدر. يبقى allow بدون مفعول، بدون مفعول حط الجيرال، allow بعدها مفعول طول مصدر، allow في الباسف طول مصدر. الأفعال اللي قلت لك في الباسف وراها طول المصدر، خلي بالك في الباسف بحط وراها طول المصدر. دي كده. يبقى اللام مفعول المصدر، الليت مفعول أسف، الليت مفعول المصدر، اللام مفعول تو ثم المصدر. عندك بعد كده فعل ميكانيك، ميك ثم مفعول ثم خلي بالك يا مصدر يا صفر. معناها يا جعل. بس أنت بقى هداف المعلومة غالية. يعني في المعلوم بعدها يا المصدر يا الصفر، لكن في المجهول لو جملة بسيطة نضع بعد ميك حط وراها يا تو ثم المصدر. يبقى لو في البسيط بعدها تو المصدر ازاي؟ اقول لك اي ووز مين انا جعلت تو ستادي ان اذاكر، يعني دي واحد خلنا ذاكر جملة بسيطة بعدها تو المصدر. عندك تيك، تيك بيجي وراها مده زمنيه تيك اي، ثم مده زمنيه ثم تو زائد المصدر، معناها يستغرق وقت، يستغرق وقت. عندك الفعل سبنت، سبنت لو بعدها مده زمنيه وراها مده بنحط الفعل فيه اي ان جي، معناها يقضي وقت. سبنت يا غالي لو بعدها مبلغ من المال، قول لك مثلا 50 باوندز 50 جنيه، يقول لك من المال هيجي وراها يا اما اون
وطبعا اللي بعدها اسم يا ليجند يا اما تو ثم معناها ينفق مالا عنه. خلي بالك بالمره في فعل اسم كوز بالمره ما هو مرتب على بعض الفعل كوز معنى برضه يجعل او يسبب لو جه بعده مفعول هيجي وراه تو ثم المصدر كوز مفعول تو ثم المصدر. دلوقتي بالنسبه لهذه الافعال عندك بعد كده الفرق بين كلمة كوميونيكيت وكونتاكت وكونكت. ايه الفرق بينهم؟ كلمة كوميونيكيت معناها يتواصل مع شخص، يتواصل مع شخص أو يتصل بشخص. حرف الجر معاها ويز، تمام؟ طب يا مستر لو خد حرف الجر تو كوميونيكيت تو لها معنى تاني معناها يوصل رسالة أو ينقل بقى المرض، ينقل عدوى اسمها كوميونيكيت. كلمة كونتاكت تنفع اسم وتنفع فعل، كفعل فعلا معناها يتصل، فعل يتصل وخلي بالك بدون حرف جر، يتصل بشخص من غير حرف جر. طب لو كلمة يا أستاذ كونتاكت اسم معناها اتصال بيه، اتصال بيه دي هتلاقي اسم تاخد جزء معاها. أقول لك there is no contact with us، مش اتصال مع الأرض. قمر صناعي تحت الفضاء مش عارف اتصل مع الأرض، يبقى اتصال اسم ما حطش لو اسم حط with، لو فعل من غير حرف. كلمة connect معناها يا مستر يوصل جهاز بجهاز أو غبي يربط مكان بمكان. إزاي؟ أقول لك أنا وصلت الإنترنت بالكمبيوتر، يبقى I connect ذا كمبيوتر تو ذا انترنت. او اقول لك المترو مثلا بيربط بين القاهره والجيزه، يبقى كونكت يربط مكان بمكان. خلي بالك حته مهمه ان ايفري وان او ايفري وسام اني نو لو بعدهم كلمه وان او كلمه بادي الفعل غالي، الفعل بيكون مفرد والضمير بيكون جمع. ازاي؟ اقول لك ايفري وان طبعا كل واحد هذه الايام استادز بيذاكر هارد باجتهاد. شوف استادز المفروض ايه؟ اند زي جيت زي جامعه الضمير جامعه زي جيت هاي ماركس بيجيبوا درجات عاليه. يبقى تاني every و some و any و no وبعدهم one او body الفعل مفرد بالضمير جامعه. خلي بالك شوف ملاحظه كام ومي كلمة مصر أول سؤال بتدل على الضيق أو عدم الاستحسان، تدل على الضيق والغضب. حاجة اسمها disapproval، disapproval عدم استحسان، أنا مش حابب هذا الشيء. إزاي؟ أقول لك must you wear، must you wear، هل أنت مضطر ترتدي this white suit هذه البدلة البيضاء في الجنازة؟ احنا رايحين جنازة وصديقي لابس بدلة بيضاء والناس زعلانين طبعا منظر غير لطيف، فانا بقول له must you wear must. اول سؤال مضايقة وانزعاج وغضب، disapproval عدم استحسان، عدم استحسان بتكلم مثلا مع صديقي كان بياكل مثلا سندوتش بتاعه وانا بتكلم معاه بيكلمني والاكل مالي طبعا ما ينفعش. اسمها بقول ماست يو سبيك، هل انت مضطر تتكلم اند يور ماوث از فول وبقك ريال؟ ما ينفعش. خلي بالك بجمع الصفه بوضع ذا قبلها، بجمع الصفه بوضع ذا قبلها. كلمه مثلا ريتش غني اقول لك ذا ريتش الاغنياء، كلمة بور فقير أقول لك غالي ذا بور الفقراء. وخلي بالك لما أجمع الصفة بوضع ذا قبلها الفعل غالي بيكون جمع، يعني أقول لك ذا ريتش آر أقول لك ذا بور آر، طالما جمعت الصفة بوضع ذا قبلها بجمع الفعل. حذف ضمير الوصل دي حتة مهمة، ضمير الوصل بحذفه في كذا حاجة عايز منهم حاجة حالتين دلوقتي. أول حاجة
بيقول لي فين معلوم لو جملة معلومة لام، بص كده، نحذف ضمير الوصل، شيل ضمير الوصل خالص، وفيرب تو بي لو ام واز وار احذفه خالص، خلي بالك كده، ونربط بالجيرونت. يبقى فين المعلوم اربط بالجيرونت؟ هديك مثال دلوقتي. اثنين فين المجهول لو جملة بس غالي، نحذف ضمير الوصل وفيرب تو بي ونربط، هربط الباسل بالتصريف التالي الباست بارتيسيبل. يبقى في المعلوم اربط بالجيرن، في المجهول اربط تصريف تالي. ازاي؟ تعال بص كده، ناخد جمله معلوم الاول، بيقول لي ذا بوي الولد نوت ليت متاخر ووز بانشت، الولد الذي جاء متاخرا تم عقابه. رقم ايه الاولى؟ قال لي مستر كامينج. رقم بي قال لي از كامينج. رقم سي بيقول لي أبوه كامينج. رقم دي بيقول لي كامينج. أخد أهم واحدة، تعالوا بص معايا. لو ترجمت الجملة الولد الذي جاء متأخرا تم عقابه. الولد الذي، الذي عايد على الولد، الولد يا مستر عاقل يبقى إما هو إما زاد. يبقى الإجابة هو كامينج جاي، إجابة خاطئة. ليه؟ ما ينفعش احط الاي ان جي بعد ضمير الوصل من غير ان واز وار او واز او وير، دي خطا. يبقى اقتبس كومنج ده ازاي؟ خطا، انا عايز هو از كومنج على بعضها. بص كده، انا عايز هو از كومنج. طب ايه اللي حصل بقى يا جميل؟ اللي حصل ان هو مش موجود عندي، لان دي ناقصها از، دي ناقصها هو، مش موجوده. فقال لي احذف ضمير الوصل، شيله خالص. بعد كده احذف فيرب تو بي، شيل ام واز وان، شلتها، هيبقى لك في المعلومه الجيرانت. هو مين اللي متاخر؟ الولد، الولد الذي جاء متاخرا. الولد هو اللي متاخر، يبقى هو الفاعل، يبقى الجمله يا مستر معلومه. في المعلوم اربط بالجيرانت. طب في المجهول؟ بيقول لي كارز السيارات نوت ان ايجيبت في مصر ار اكسبنسيف، السيارات اللي بتكون مصنوعة في مصر بتكون غالية. رقم A بيقول لي يا مستر ميد، رقم B ميكينج، رقم C ار ميد، رقم D ويتش ميد، ويتش ميد. لو انت وصلت الجملة غالية، السيارات التي تصنع في مصر، السيارات المصنوعة في مصر بتكون يا مستر غالية. هل السيارة يا غالي هتصنع نفسها؟ طبعا لا. الجملة يا غالي مجهولة. السيارات التي تصنع جملة باسم. طب يا مستر السيارات التي، ركز كده، السيارات التي، الذي عايد على السيارات، السيارات يا غالي يا عاقل يبقى ويتش مين؟ إجابة خاطئة. ليه؟ زي الفكرة الأولى، ما ينفعش أحط الفعل في أي إن بي، ولا احط الفعل في التصريف الثالث من غير ام واز وار. هنا لسه قال ام واز وار، يبقى دي اجابه خاطئه. طب ار ميجا مستر، اجابه خاطئه، ناقصها ووتش يا غالي. طب الاجابه الصحيحه؟ قلت لك السيارات التي تصنع الجمله باسل، يبقى اربط في الباسل يا غالي بالتصريف الثالث. عشان كده بقول لك في المعلومه اربط الاي ان بي في الباسل بالتصريف الثالث. خلي بالك معايا كلمه ابرود وابورد امور، خلي بالك عشان التشابه بين الكلمات. كلمة أبرود ده دي معناها في الخارج. هي ترافل أبرود تور، سافر للخارج، كي يعمل سواء أوت سايد في الخارج. كلمة أبورد وأون بورد الاثنين مع الاثنين معناهم على متن السفينة أو الطائرة. يبقى يا أستاذ كلمة أبورد وأون بورد على متن السفينة أو الطائرة، أبرود في الخارج. كلمة سير، أكيد أنت عارف إن كلمة سير دي معناها يقدم الطعام، يخدم او يقدم الطعام، اسمها سير. لكن سير ذا انترنت دي معناها يتصفح الانترنت. واحد قاعد زي ما انت قاعد بتتفرج على دلوقتي، قاعد تصفح الانترنت، ده اسمها سير ذا انترنت. طبعا كلمه سير لا يخدم الطعام ويقدم الطعام، دي منها سيرفيس خدمه غالي، منها سيرفنت خادم. كلمه اماونت بتساوي كلمه اسمها كوانتيتي، الاثنين معناهم كمية، amount و quantity كمية. دي حاجة اسمها amount to
معناها بمقدار او ما يصل الى ما يقرب الى. اقول لك هي جيف مي اعطاني وات اماونت تو انابولوجي، هو يتكلم معايا واحد كان بيزعلني ويتكلم معايا واعطاني ما يقرب الى اعتذار. وات اماونت تو ما يقرب الى. خلي بالك كلنا عارفين ان دايما تو وراء المصدر، تو بجار فعل في المصدر، لكن في تعبيرات في كلمات زي لوك فورورد تو، عندك كونتريبيوت تو يساهم فيه، ادابت الاقرب مع، اوبجيكت يعترض على، ليد تو يؤدي الى. تعبيرات ده على الرغم ان فيها تو بس وراء الجيراند غالب، فخلي بالك هذه التعبيرات وراء الجيراند. بالمره طبعا انت اكيد عارف مبدا الجمله بالظرف اللي زدتها بيه ال واي، ببدا بالظرف اللي اخره غالي ال واي. اقول لك مثلا ساد مي بحزن، هي جت لو ماركس، جت درجات منخفضه. اقول لك مثلا ناتشرالي بشكل طبيعي، اكمل الجمله لاكلي لحسن الحظ، فببدا الجمله بالظرف اللي اخره ال واي. ايه الفرق بين ان تايم واون تايم؟ كلمه ان تايم ده معناها في الوقت المناسب. يعني في الوقت المناسب؟ يعني قبل الموعد المحدد بقليل. يعني مثلا قبل الموعد المحدد او في الوقت المناسب، واحد عنده مثلا درس الساعه 10، فراح الدرس بتاعه الساعه 10 الا ربع، 10 الا 10، فراح قبل الوقت بتاعه. فاسمه في الوقت المناسب، قبل الموعد المحدد. لكن اون تايم اسمها اكزاكتلي اون تايم. اكزاكتلي معناها في الموعد المحدد تماما. واحد عنده درس الساعه 10، هي ونت يا استاذ 10 شارب، رايح الساعه 10 بالظبط، فاسمها اون تايم، في الوقت المحدد تماما. عندك ات، في ملحوظه جميله جدا من ضمن الباسيف الغالي، لو انا بدات الجمله بكلمه ات وراها حاجه من ثلاثه، يا اما از والبيبي، يا اما ووز والبيبي، يا اما هاز بين تصريف تالت. لما ابدا بكلمه ات وراها حاجه من ثلاثه وبعدها زت وبعد زت جمله كامله. ثاني لو انا بدات الجمله بكلمه ات وراها يا اما از والبيبي، يا ووز والبيبي، يا هاز بين تصريف تالت. ازاي؟ اقول لك مثلا it is said that، قيل ان احمد is clever، احمد بيكون شاطر. انا عندي انت وراها is will be me وكملت الجمله، لو حطيت هاز لازم يبقى في النص. خلي بالك كلمه respect، respect يعني معناها يحترم او احترام. كلمه respect يحترم او احترام اسمه فعل، منها كلمه اسمها respectful. respectful دي معناها محترم لانه يحترم الاخرين. يعني انا بوصف سلوكك، انت محترم وبتحترمني فانا بحترمك، احنا الاثنين بنحترم بعض، بوصف السلوك. طالما انت بتحترمني باسمك انسان محترم فاسمها respectful. في حاجه اسمها respectable معناها محترم لانه من اسره او مكانه عريقه. واحد من اسره كويسه او عنده مكانه كويسه اسمه respectable محترم لانه من اسره او مكانه محترم. كلمه climate طبعا دي المناخ، زي ما انت عارف طوال العام المناخ طول السنه اسمه كلايمت. كلمه ويذر معناها الطقس لفتره قصيره جدا. عندك ويذر دي بتساوي اف معناها هل او اما او، وبيجي معاك المذكور بالمره. اقول لك كان يو تيل مي ويذر يو جو اوت اور نوت، تخبرني هل هنخرج النهارده ولا لا، اسمها وذر اور او وذر اور نوت، يا اما اور يا اما اور نوت وذر. كلمة ديسايد دي مهمة، جت كذا مرة. ديسايد بعدها حاجة يا أستاذ من ثلاثة، يا اما ديسايد تو المصدر يقرر، يا ديسايد اون بتساوي تشوز
معناها يختار او يحدد او يختار. اقول لك I can't decide on the name of my son. مش عارف اختار اسم ابني اسمها decide on. وفي حاجه اسمها decide that. طبعا اي حاجه وراها ذات بعدها جمله كامله فعل فعلا. كلمه فرايد زي ما انت عارف معناها رأي مقلب الزيت غالي، لكن كلمه جريلا ده معناها مشوي فتحه مشوي طبعا بعد كده. كلمه منيو غالي معناها قائمه طعام، شايف الاكل ايه ورا بعض قائمه طعام، او معناها قائمه على الجهاز. يعني لو انت بتستخدم الكمبيوتر بتاعك او لاب مثلا بتلاقي عليه منيو القائمه. كلمه ليست معناها قائمه مشتريات او قائمه اشياء. انا رايح مثلا السوق ده قائمه اشياء، فمعايا ليست معايا قائمه هجيب كذا وكذا وكذا وكذا. في بقى كلمه اسمها سكيدجول، انا جدول المواعيد، وانت عارف المواعيد الثابته دي مضارع بسيط خلي بالك. عندك بعد كده كلمه ان اديشن وان اديشن تو. عايزك تعرف بالمره ان ان اديشن بس دي بعدها جمله كامله. جملة كاملة. إن أديشن تو ده بتساوي حاجة اسمها بريسايدز، بتساوي حاجة اسمها أز، والأز والتلاتة بعدهم يا الاسم يا الجيرم. لكن دي وراها جملة كاملة يعني فعل وفعل، يا الاسم يا الجيرم، معناهم بالإضافة إيه؟ بالإضافة إيه؟ أقول لك ذاكر عربي بالإضافة إن هو ذاكر إنجليزي، يعني أعمل حاجتين. فإن أديشن بس جملة كاملة، إن أديشن تو وراها يا الاسم يا الجيرم. خلي بالك ان از والاز برضه لها ملحوظه لوحدها غير وراها اسم اونلي. ايه؟ خلي بالك بقى اذا ربطت از والاز فاعلين لو قدامها فاعل وراها فاعل فان الفاعل حسب الفاعل الاول. يبقى لو ربطت فاعلين الفعل حسب الفاعل الاول ازاي؟ اقول لك اي از ويل از احمد ام كليفر. لا الحق يا مستر. نعم از ويل از واحمد وام. ازاي احمد ياخد ام؟ هو مع از واز الفعل حسب الفاعل الاول، فام دي عشان اي في الاول. يبقى مع از واز لو في فاعلين الفعل حسب الفاعل الاول خالص. كلمه بتوين طبعا زي ما انت عارف بين اثنين يا غالي، لكن among معناها بين اكثر من اثنين، وامونج بتساوي كلمه اسمها امونجست بين اكثر من اثنين. اندور واندورز، اوت دور واوت دورز. اندور واندورز معناها في الداخل، يعني داخل المنزل داخل المنزل. اوت دور واوت دورز خارج المنزل، زي مثلا كره القدم ملعب خارج المنزل. ايه بقى موضوع اللي فيها اس واللي من غير اس يا غالي؟ بيقول لك اللي من غير حرف اس ديت صفر. يعني ايه اسم وراه؟ اهي ديت صفر يجي اسم وراه زائد اس. اللي فيها اس يا غالي ديت ظرف بقى، ظرف يعني اخر جمله يعني. اديني كام ثانيه. اقول لك مثلا تنس، طبعا التنس بتلعب خارج المنزل. از اجيم اوت دورز لعبة خارجية، شايف؟ بس كده آخر اس إيه؟ لأنها خارجية، خارج المنزل هنا ظرف. آخر اس ظرف، آخر الجملة. طب تنس نفس الجملة إيه؟ تنس إز إن أوت دور جيم، لعبة داخل المنزل. أنا عندي جيم اسمه إيه؟ والاسم دايماً قدامه صفر. فاللي من غير اس، من غير اس صفر، ورا اس، اللي فيها اس ظرف آخر الجملة. خلي بالك ان كلمه ان ذا اند وان ذا اند، كلمه ان ذا اند دي بتساوي فاينلي معناها اخيرا، اخيرا فاينلي. لكن ان ذا اند اوف دي وراها اسم يا غالي اسمها ان ذا اند اوف ذا ستوري نهايه القصه، ان ذا اند اوف ذا فيلم نهايه الفيلم، دي معناها في نهايه. يبقى ان ذا اند اوف ده زي ما هو اسم ان ذا اند بيساوي فاينلي اخيرا او في النهايه، في النهايه اللي فجاه وراها اسمها. نيكست يير بتساوي زي يير تو كام، دي معناها يا استاذ العالقه، دي بتشير للمستقبل.
اقول لك next month يبقى the month توقع. next مثلا week the week توقع. فكلمة توقع دي بتشيل المسألة. طبعا الحتة دي مهمة وان شاء الله هتجيلك في الامتحان. abbreviation دي معناها اختصار. اختصار يعني اختصار يعني باخد جزء من الكلمة. باخد حتة من الكلمة. زي الدكتور باخد منها دي ار اختصار. مستر ام ار. بروفيسير بروف. عندك كلمة مثلا بليز بي ال زد. فده اسمها اختصارات. باخد حتة من الكلمة جزء من الكلمة. بارت اوف ذا وورد جزء من الكلمة. الاكرونوم بقى غالي ده عبارة عن اختصار. بس اختصار بقى ايه؟ ده اسم برضه اختصار. اختصار بس ناخد حرف من كل كلمة. يبقى عندي كذا كلمة باخد حرف من كل كلمة. وخلي بالك الاكرونوم لما الحروف لما تطلعها على بعض تطلعها كلمة واحدة. كلمة زي كلمة ايدز مثلا. اي اي دي اس اسمها ايدز. حرف الايه ده اسمه اكوير الاي امن ديفيشنسي سيندروم. فكل حرف الكلمة خدت حرف من كل كلمه ضمتهم على بعض اصبحت عده حروف تنطق كلمه واحده ايدز. فاسمها ايدز مرض نقص المناعه المكتسبه. فده اسمه اكرونيم. فاكرونيم ده اختصار. باخد حرف من كل كلمه اضمهم على بعض يديني كلمه واحده بنطقها. خلي بالك جبت الامتحان عندك ورك بوكس سي بي ار. سي بي ار ده تنفس صناعي. ده ابريفيشن ده اختصار. ابريفيشن وليس اكرم. ليه؟ لان انا ما بنطقش كلمه واحده بنطق كل حرف واحد سي بي ار. فلو نطقت الحروف على بعضها كلمه واحده اكرم. كل واحد لوحده من ابريفيشن. البريفكس ده مقطع بادئ يعني مقطع في اول كلمه اول الكلمه. لو انا قلت لك مثلا ان هاني غير فرحان اليومين ده اسمها بريفكس في اول الكلمه. عندك السافكس ده معناها مقطع نهائي. يعني مقطع نهائي يعني مقطع في نهايه الكلمه في نهايه الكلمه. لو انا قلت لك مثلا هيلب فول معين او مساعد المقطع فول ده اسمه غني سافكس جه في الاخر. يبقى البريفكس في الاول سافكس في الاخر. خلي بالك بالمره الروابط. في عندك حاجة اسمها روابط. روابط السبب. عندك مجموعتين. أول مجموعة غني عندي بيكاز أنا وسكس وآس بعدهم جملة كاملة. فعل وفعل جملة كاملة. المجموعة الثانية بتاعتهم عندك بيكاز أوف. بيكاز أوف. عندك يو تو. عندك أوينج تو. عند ساينتس 2. دي المجموعة الثانية وراها يا الاسم يا الجيرون يا بين ثم الصفر. بين والصفر كل ده معناه لأن أو بسبب اسمها روابط السبب. خلي بالك في برضه مجموعة كمان حاجة اسمها روابط التناقض. روابط التناقض يعني حدثين عكس بعض التناقض. عندي المجموعة الأولى مثلا ذو وعندك أول ذو وإيفن ذو وإيفن إف وإيفن إف. المجموعة دي بعدها جملة كاملة يعني فاعل وفعل معناهم على الرغم من. أقول لك على الرغم إن هو شاطر جاب درجات ضعيفة. إزاي شاطر درجات ضعيفة؟ تناقض. على الرغم انها جميله نو وان مارد هي محدش اتجوزها. ازاي تمام؟ المجموعه الثانيه عندي ذس بايت. ذس بايت وان ذس بايت اوف. ذس بايت وان ذس بايت اوف الاثنين بعدهم يا مستر يا الاسم يا الجيرم يا بين ثم الصفر. بين ثم الصفر برضه على الرغم. خلي بالك بالمره في حاجه اسمها روابط الغلط. روابط قبل روابط الغرض بمرة. خلي بالك قبل روابط الغرض كلمة هاويفر. هاويفر طبعا لو في نص الجملة تناقض يا غالي وراها جملة كاملة. لو جت في أول الجملة
اوفر في اول الجملة، هيجي بعدها غالي يا الصفة يا الظرف، ثم فاعل ثم فاعل. الإنسان أقول لك however beautiful she is، no one ولا واحد marries here، مفيش حد هيتجوز. فلو بصيت في الجملة هوقف الأولاني وراها الصفة، لو بدأت أنا بالصفة أو الظرف بتحط as ورا فعل فعل. في كلمة اسمها whatever معناها مهما. كل مرة في حاجة اسمها whoever أي شخص، في حاجة اسمها whenever أي وقت، أقول لك ترن على أي وقت يبقى whenever، في حاجة اسمها wherever أي مكان، wherever أي مكان. عندك روابط بقى يا سيدي، الغرض اللي معناها لكي، عندك حاجة اسمها to، عند مستر to و so as to و in order to، in order to كل ده وراء المصدر معناه لكي. اقول لك he traveled سافر to work، he traveled سافر to work، سافر لكي يعمل. فعندك تو هتشيلها حط مكانها الاوردر تو او سو اس تو، وراها المصدر غير لكي. المجموعه الثانيه مهمه، في حاجه اسمها سو ذات وان اوردر ذات، ان اوردر ذات، سو ذات وان اوردر ذات، الاثنين بعدهم فاعل. ثم خلي بالك بقى كده، يا اما كان يا وين يا مين، ده غالي مع المضارع والمستقبل، مع المضارع والمستقبل. يا اما احط قد يا ود يا ميت، يا ود يا ميت، ده يبقى غالي ده لو جملة في الماضي. اقول لك هي ترافلد سافر، يبقى سو ذات هي كود ورك. طب هي ترافلز بيسافر مضارع، يبقى سو ذات هي كان ورك. يبقى المضارع يا كان يا ود يا مين، لو ماضي يا ود يا ود يا ميت، معنى برضه لكي. بعد كده every day منفصلة بالمتصل. طبعا المنفصل، المنفصل ديت غالي ظرف، يعني ظرف يا مستر، يعني يا مستر في أول الجملة، تيجي في أول الجملة يا في نهاية الجملة، يا في الأول يا في الآخر لأنها ظرف. المتصل ده هيبقى اسم لانها صفة، لازم رئيس لانها صفة، غالي معناها يومي. اقول لك اي لايك انا بحب، اديك مثال في جنب خالص اهو، اي لايك انا بحب ماي افري دي لايك، الحاجة اليومية بتاعتي متصلة ايه وراها اسم يعني، لكن منفصلة في الاول في الاخر. كلمة ايج معناها في سن او في عمر، بتساوي حاجة اسمها at the age of، بتساوي حاجة اسمها when he or she was، عندما كان. اسمها aged، خلي بالك aged تساوي at the age of. طبعا دمار انت عارف ان at the age of في سن او في عمر، لكن in the age في عصر، بقول لك في عصر السيسي، in the age of السيسي في تقدمات وتطورات كثيرة. عندك other than معناها غالي، عندك مرة أزر زان ورزر زان، أزر زان معناها ما عدا أو باستثناء أو بخلاف، اسمها أزر زان، بتساوي إكسبت، بتساوي إكسبت. أقول لك وي ونت، وي ونت ذهبنا تو ذا بيتش، ذهبنا للشاطئ، أزر زان علي ما عدا. عندك رذر زان، رذر زان اكثر من، اكثر من او مفضلا عن، يعني بفضل حاجه على حاجه. اي لايك دي بحب الشاي رذر زان كوفي، اكثر من القهوه. كلمه سو وراء الصفه ثم زان، الصفه وزان، such او ان ثم صفه ثم اس ثم زان.
الفرق بين الاثنين ان الصفه ده صفه بس، مش لازم صفه واسم يا غالي. وخلي بالك لو اسم مفرد بحط او ان، لو اسم جامع اولاده عدد من غير او ان، مش كده؟ اقول لك مثلا هي از، هو بيكون such a good boy that. مثلا هي انسر دي جواب الامتحان كويس، هي اكزام كويس، very well. فانا عندي هنا بوي مفرد فحطيت او ان. طب لو انا قلت لك هي از او زي ار، هما بيكونوا such، هقول لك good boys من غير او ان. ليه ما حطيتش او ان؟ ان انا عندي اسم جامع يعني. او لو قلت لك مثلا وذر، الطقس يعد، تشيز، جبنه يعد، اي كلمه تعد ما تحطش او ان. واكمل يبقى صبع على الصفه بس، such صفه ثم اسم. وخلي بالك لو الاسم مفرد بحط او ان، لو جامع ولا يعد مفيش لا ولا ان. خلي بالك بالمرة وان اوف معناها واحد من، معناها اسم جامع والفعل مفرد، خلي بالك من دي. عندك ذا نمبر، ذا نمبر اوف وراها برضه اسم جامع والفعل مفرد، اللي فيها ذا الفعل مفرد. ا نمبر اوف عدد من وراها اسم، خلي بالك جامع والفعل جامع. يبقى وان اوف الفعل مفرد، ذا نمبر اوف الفعل مفرد، ا نمبر الفعل جامع. كلمة كوز اوف سبب، لكن ريزون، ريزون معاها يا اما استاذ فور وراها الاسم يا جون، يا اما ريزون هواي، خلي بالك من ايه وراها جملة كاملة، ريزون هواي جملة كاملة. عندك فارمينج واجريكلتشر، كلمة فارمينج دي معناها الزراعة. يعني ايه يا مستر الزراعة؟ تعالى احكي لك. الزراعة دي بيقول لك يا غالي يعني زراعة النبات وتربية الحيوان، تربية الماشية دي اسمها فارمينج. ازرع النبات يبقى عندي ماشية بربيها وبكلها. اجريكلتشر بقى ده علم الزراعة، العلم، علم الزراعة اسمه ذا ساينس، ده العلم نفسه. يبقى العلم اجريكلتشر، بزرع النبات وربي الماشية فارمينج. كلمة كاتن ولايف ستوك، طبعا الاثنين معاهم ماشية، بس الفرق ان كاتن ده فعلها غالي، فعلها جمع، لكن لايف ستوك مفرد وجمع الاثنين، والاثنين معاهم قلب ماشية او حيوانات المصدر. انكلود يشتمل على او يتضمن، ديت فعل، وخلي بالك من افعال اللي بيجوا على الجيرو including نصف مشتملا على، مشتملا على، متضمنا على، معه، بما في ذلك، دي صفة، صفة. أقول لك in the accent last week، في الحادثة الأسبوع اللي فات، there are كان يقدر يغني three victims، ثلاث ضحايا including two young children، في ثلاث ضحايا أشخاص كبار يعني، من ضمنهم طفلين صغيرين انكلودين. كلمة contain يحتوي على شيء بداخله، زي مثلا الشنطة بتاعتك your bag contain box، جواك كتب contains box، شنطة contains box جواك كتب. our bodies أجسامنا contain genes جوا الجينات. consist of يتكون من، يتكون من العناصر الرئيسية زي فرق القدم، الفرق غير القدم عشان لاعب كونسيست اوف. منطقة عاملة لك وجبة، كنت عارف ده يكون في الوجبة دي تقعد من كذا ومن كذا ومن كذا، الانجريدينتس المقادير بتاعتها. الحجرة فيها أربع فور بيلرز، أربع أعمدة كونسيست اوف. كلمة اون تايم دي مقررة خدناها من شوية، قلت لك اون تايم دي معناها في الوقت المحدد، في الوقت المحدد، رايح الساعة كذا بالظبط، الوقت المحدد. فوتو دي صورة بالتليفون، صورة بالتليفون. لكن ايمج دي مهمة، دي معناها صورة ذهنية، دي صورة محطوطة في دماغك. أقول لك يجب أن نحسن صورتنا عند السياح، يبقى أنا هدي السياح صورة كويسة عني، أحط له صورة في ذهنه، يخلي تعامله كويس معاه. في كلمة اسمها سيلفي،
طبعا صورة بالكاميرا الأمامية. عندك كلمة تايتل، كلمة ادرس، وبيرسونال وبيرسونال. خلي بالك كلمة بيرسونال الأول دي معناها شخصي، حاجة شخصية خاصة بك أنت. بقول لك يور بيرسونال لايف، حياتك الشخصية. بيرسونال دي الشؤون العاملين، شؤون العاملين الموظفين يعني اسمهم بيرسونال للسفر. شؤون العاملين. كلمة تايتل وادرس. تايتل دي معناها يعني اسم كتاب، اسم كتاب اسمه التايتل، او معناها لقب بطوله، لقب البطوله اسمه تايتل، او لقب الوظيفه اسمها جوب تايتل. دي اسم الكلمه التايتل، اسم الكتاب، لقب بطوله، لقب الوظيفه. الادرس ده عنوان المنزل او الشارع اسمه ادرس، ولها معنى كمان عنوان بريد الكتروني فاسمه ادرس او موقع النت. بعد كده عندك كلمه تون. تون معناها نبره الصوت، نبره الكلام بتاعك، نبره الصوت، حده الصوت بتاعك، او الطابع العام، الطابع العام، الجو العام اسمه التون. كلمة بابلش زي ما انت عارف ده بينشر كتب يا غالي، وخلي بالك بابلش تحت في المعلوم وفي المجهول الاثنين. لكن كلمة كام اوت معناها ينتشر او ينشر، بلاش ينتشر دي، خليها يظهر وينشر، ينشر او يظهر دي برضه مع الكتب، بس خلي بالك في المعلوم فقط يعني ما تجيش بس يعني اقول لك ذا بوك الكتاب يا غالي كيم اوت، الكتاب كيم اوت ما بتجيش بس، يعني ما بتجيش بس ما بتجيش قدامها لا ام ولا از ولا ار ولا ووز ولا وير. عايز تخلي تكون مثلا اقول لك ذا بوك ووز بابلشد، بابلش تيجي معلومه كل اثنين، دي ما بتجيش بس المعلومه بس. كلمه تيك داون لها معنيين. اول حاجه يا استاذ يحذف من على النت، بيحذف حاجه على النت يحذف، او معنى تاني يدون ملاحظه، بيسجل ملاحظات يعني. خلي بالك وتلاب وتيتش ونو وشو، الاربع افعال دول مهمين، الاربعه وراهم ده غالي بيجي بعدهم، يا اما تو زائد المصدر، يا اما هاو تو ثم المصدر، يبقى الاربعه يا تو المصدر يا هاو تو المصدر. خلي بالك بالمره ان كلمه اويست اوف معناها مضيعه لي، مضيعه لي. لو قلت لك اويست اوف تايم مضيعه للوقت، اويست اوف ماني مضيعه للمال، والاثنين وراهم الجيران دي يا غالي. يبقى اويست اوف مضيعه لي، عندك الوقت والمال وبيجي بعدهم الجيران. خلي بالك كلمه ميك سنس، لو انا قلت لك ميك سنس له معنى ومغزى، كلامك ليه معنى، كلامك كويس مفيد بتساوي ميننج ديفول، ليه معنى. عكسها ميننج ليس، بلا معنى او بدون فائده، بدون فائده او بلا معنى. اون هيز اون واوف هيز اون. اون هيز اون دي بتساوي الون لوحده، بتساوي ويزاوت اني هيلب، ويزاوت اني هيلب، بدون مساعده. ديت يا استاذ بمفرده لوحده بدون مساعده. اوفيس اون ملكه، بتدل على الملكيه. اقول لك اي هاف ا كار، عقد عربيه اوف ماي اون ملك، بتاعتي ما حدش لي حاجه فيها، فدي ملكيه يعني. عندك بعد كده كلمه فاير ات مهمه عشان حرف الجر معانا وعشان معناها. فاير ات معناها يطلق النار. طبعا كلمه فاير معناها برضه يا استاذ النار او حريق، ولها معنى كمان خلي بالك يطرد، بتساوي ديسمس، بتساوي ساك، يطرد واحد من منصبه في وظيفته. عكسها برو يعالج. كيور وتريت اثنين معناها يعالج، يعالج شخص او مرض. عندك كيور فور وتريت من فور علاجي، يبقى كيور فور تريتمنت فور علاجي، تريت وكيور كفعل يعالج الاثنين. في
في حاجة مرة اسمها كيور، الشخص اوف معناها يعالج شخص من مرض. كيور الشخص اوف يعالج شخص من مرض. كلمة هيل معناها يلتئم او يلم للجروح والقصور والعظام، يقول لك العظم بيلم يلم اسمها هيل يلتئم. هانج اوت وهانج اوت ويز، خلي بالك ان كلمه هانج اوت ده وهانج اوت ويز الاثنين الاثنين معناهم يقضي وقت، يقضي وقت او يتجول. ايه الفرق؟ اللي فيها اوت بس بدون مفعول، يعني ما فيش اسم وراها. اوت ويز بعدها مفعول، يعني ايه اسم؟ اقول لك احمد هانج اوت ويز علي، احمد بيتجول معايا، بيسمع حاجة. فاللي فيها ويز وراها مفعول، من غير ويز من غير مفعول. عندك المنطق اللي فول اوت وفول اوت ويز نفس الفكره. الاثنين معناها يتشاجر معاك. يتشاجر مع يتخانق. اللي فيها اوت يا غالي بدون مفعول، مفيش اسم وراها. اللي فيها اوت ويز بعدها مفعول ولا اسم يا غالي. في حاجة اسمها تو دو ويز، معناها له علاقة. لو علاقة أقول لك الحياة الكويسة اللي أنت عايشها is to do with technology، لها علاقة بالتكنولوجيا. get on well with و get along with الاثنين ينسجم مع، ينسجم مع أو على علاقة جيدة تعبير من مين. get on well with و get along with. خلي بالك ان كلمة ريليتر في واحدة بس معناها فيما بعد. بالاكسير ريليتر شوف عليه اتنين تي معناها الثاني او الاخر. اقول لك يا غالي I have two cars، عندي عربيتين، one is BMW and the later التانية هو مرسيدس. كلمة فرزر بحرف الف اول معناها ابعد من، ابعد من، يقول لك القاهرة ابعد من اسكندرية. بكايو از فارزر ذان اليكس، ابعد منه. اللي باليو يا غالي فارزر لها معنيين، يا اما ابعد من بتساوي فارزر، يا اما بقى يا غالي المعنى الثاني. يبقى اول معنى ابعد من، المعنى الثاني بقى اقصر من، اقصر من. اقول لك فور فارزر انفورميشن، لمعلومات اقصر كنت هتاثر عليه اقصر. I have further box than you، عندي كتب أكثر منك، يبقى مليو أكثر منك. دي كل الملاحظات بتاعتك، دي كده الملاحظات بتاعتك يا غالي in the language rules. تعال بقى دلوقتي ندخل على الجرامر كده أفكرك بالمهم في كل بعض، كده الملاحظات خالص. هيا بينا كده على الجرامر بتاعتك، يلا بينا يا غالي على الجرامر. دلوقتي بقى إن شاء الله هلاقي مع الجرامر الجميل بتاعنا. تعالى كده ان شاء الله نجيب لك تلخيص الجرامر بتاعنا. بالنسبه للجرامر انت عندك فكره واحد ضروره والالزام. الضروره والالزام اللي هي غالي necessity. necessity الضروره والالزام. خلي بالك الضروره والالزام ثلاث حاجات، فيها مصدر في المضارع وفيها مصدر في الماضي وفي في المستقبل. عندك في المضارع زي ما انت عارف ان must بتساوي have to مع الجمع، وبتساوي has to مع المفرد، وneed to مع الجمع، وبتساوي needs to مع المفرد، وبتساوي have got to مع الجمع، وبتساوي has got to مع المفرد. وخلي بالك بتساوي بالمره it is necessary، وبعدها فور. خلي بالك بعد فور بحط يا اما الشخص يا اما ضمير مفعول، لا ضمير مفعول خلي بالك. بتساوي it is a must او a necessity، ونفس الكلام بعدها فور ثم الشخص ضمير مفعول. بس عايزك تعرف حاجه ان must بس ولا المصدر بدون تو، لكن مصدر بعدها تو المصدر، يعني دول بعدهم تو ثم المصدر.
طبعا فور الشخص او ضمير مفعول، تو المصدر. خلي بالك من بره في جنب هنا خالص اهو، لو انا عايز في المضارع حاجه اسمها ليك اوف نيسيسيتي، ليك اوف نيسيسيتي معناها عدم الضروره، عدم الضروره. عايز اقول لك انا مش مضطر اذاكر النهارده. طبعا الكلام ده كله، كل هذا الكلام ده كده كله معناه مضطر، كل ده مضطر امن. عايز تنفي بقى، احنا بنفي المضارع بضغط وضغط، ضغط وضغط. واي اعراب يا غالي زي ما انت عارف المصدر، المصدر طول القاعده يا اما هاف تو يا اما نيد تو. يبقى انا بنفي بضغط وضغط وراها بالمصدر يا هاف تو يا نيد تو، دول كده غير مضطر. خلي بالك في حاجه اسمها نيدنت، ودي مهمه، نيدنت وراها المصدر بدون تو يا غالي. يبقى نيدنت وراها المصدر من غير كلمه. طبعا لو عايز تعمل سؤال المرض الضالع، عايز اعمل سؤال اقدم تو وضغط على الفاعل وراه المصدر يا اف تو يا اما الماضي عندك يا غالي هاد تو يا اما نيدد تو يا اما غالي عندك ات واز نيسيسري. يبقى الماضي يا اما مستر هاد تو يا نيدد تو يا ات واز نيسيسري. عايز تنفي الماضي النفي غالي، انا عايز انفي الماضي النفي في الماضي. عندك حاجتين didn't وهيجوا على المصدر، يا اما didn't have to يا اما didn't need to، معناها لم يكن، خلي بالك لم يكن مضطر ان يفعل شيء ما، ما كانش مضطر يعمل حاجه لذلك لم يفعل، فما عملوش يا غالي. لكن بقى في حاجة اسمها needn't، في حاجة اسمها needn't have وراء التصريف ثالث، دي مهمة وهتجيلك إن شاء الله في الامتحان. needn't have تصريف ثالث معناها لم يكن مضطر، ما كانش مضطر أن يفعل شيء ما، ما كانش مضطر يعمل حاجة لكنه فعل. أقول لك أنا إحنا عندنا خبز كتير في المنزل، فانا مش مضطر اشتري، لكن اشتريت، فانا وصلت ماي ماني، ضيعت فلوس لان اشتريت على الرغم ان انا مش مضطر. فما كانش مضطر يعمل حاجه لكنه عملها. مين انت في تصريف تالت؟ خلي بالك المستقبل عندك ويل هاف تو وعندي ويل نيد تو وعندي ويل بي نيسيسري. يبقى المستقبل ويل هاف تو ويل نيد تو ات ويل بي نيسيسري. بقى عندي مضارع وماضي ومستقبل. خلي بالك بالمره في حاجه اسمها مصنت. مصنت دي بتيجي مع المنع والتحريم. منع وتحريم، وممكن تيجي بالمره مع نصيحه قويه. نصيحه قويه. اقول لك يو مصنت ويست يور تايم، اوعى تضيع وقتك. مصنت نصيحه قويه. مصنت بتستوي زي ما انت عارف بي يعني انا كذب اكتر ثم نوت الاو تو. غير مسموح. بي ثم نوت بيرميتد تو غير مسموح. عندك يا غالي بي باند فروم باند فروم ممنوع منه، وبي بروهيبيتد فروم ممنوع منه، وممكن عندك اقول لك ات از اجينست ذا لو او ات از illegal غير قانوني. كل ده غير مصر على منع وتحريم. طبعا الملاك المهم، الملاك المهم في البعض. الفرق بين مصر وبين هاف تو وهاز تو، خلي بالك هاف تو وهاز تو الاثنين دي تعبر عن، تعبر عن الزام خارجي مفروض عليه، حاجه مفروض عليه. اذا لم نفعله نعاقب عليه. يبقى ده الزام خارجي مفروض عليا. لو انا ما عملتوش بتعاقب، المدير بتاعي في الشغل بيقول لي مطلوب منك تيجي الساعه 9، طب لو رحت الساعه 10 اترد هيعاقبني، يبقى ده اسمه الزام خارجي. لكن عندك مصدر تعبر عن الزام شخصي داخلي، الزام داخلي ليس عليه عقاب. فعشان كده مصر بتيجي معاك يقول لي مثلا نصيحه قويه،
رقم واحد نصيحة بنصحك تعمل حاجة نصيحة قوية. أقول لك يو ماست ريد ذيس بوك إت إز أميزنج إنه رائع نصيحة قوية. اتنين دعوة حارة وورم انفيتيشن بعزم شخص على حفلة دعوة. تلاتة تذكير أنفسنا بفعل شيء ما. فكر نفسي أعمل حاجة. أقول لك It is my mother's birthday. النهاردة عيد ميلاد أمي. I must buy her a present. لازم أجيب لها هدية. طب أنا ما جبتش هدية أمي مش هكتب ولا هتقول لي حاجة. يبقى مصر مفيش عقاب. Have to has to في عقاب. ده بالنسبة للضرورة والإلزام. عايزك تعرف بالمرة النصيحة يا غالي في الماضي. النصيحة في الماضي. أنت عندك بالمرة في نصيحة في المضارع ونصيحة في الماضي. المضارع شد وشدت وراهم المصدر. المضارع شد وشدد وراهم المصدر. الماضي بقى عندك حاجتين. في حاجه اسمها الشرط هاف تصريف تالت بتساوي حاجه اسمها اوت تو هاف تصريف تالت. يبقى شد هاف تصريف تالت اوت تو هاف تصريف تالت. حل الماضي بهاف تصريف تالت. الاثنين معناهم كان يجب ان يفعل شيء ما لكنه لم يفعل. كان يجب يعمل حاجه لكنه ما عملش. عندك رقم اثنين النفي بتاعه انت شفت البشوده وراها التصريف الثالث. قلت تو فيها قلت نوت تو قلت نوت تو وها التصريف الثالث. الاثنين معاهم كان لا يجب ان يفعل شيء ما لكنه فعل. كان لا يجب يعمل حاجه لكنه فعل. خلي بالك من في حاجه اسمها كودها في تصريف ثالث. كودها زائد تصريف ثالث. لها معنى. اول معنى ربما ان بتساوي مين بتساوي. المعنى الثاني مهم. كان يستطيع خلي بالك ان يفعل شيء ما. كان يقدر يعمل حاجة لكنه لم يفعل. كان يقدر يعمل حاجة لكنه ما عملهاش. هو مش يعمل. أقول لك ياسر ليه امبارح I could have taken a taxi. امبارح أنا كنت أركب تاكسي. ولكن I prefer to walk. أنا فضلت أتمشى شوية. يبقى كان يقدر يعمل حاجة لكنه غالي ما رضاش يعمل. واسمها could have تصريف ثالث. دي مهمة خلي بالك منها. بالنسبة للمرة عندك الأمر جملة الأمر جملة الأمر أو الطلب أو النهي. أنت عارف يا أخي لو أنا بطلب منك تعمل حاجة نربط بي نربط بي. لو أنا بقول لك اعمل حاجة هربط بتو ثم المصدر. تو المصدر معناها كده أن يفعل شيء ما يعمل حاجة. طب انا لو مش عايزك تعمل حاجه هربط بنوت تو ثم نوت تو دي معناها الا يفعل شيء ما. انا عايز اقول لك ما تضيعش فلوسك يبقى نوت تو ويست يور ماني. يبقى تو المصدر يعمل حاجه نوت تو ما يعملش. خلي بالك يا سيدي ان انت عندك في افعال بالمره الفرق بالمره بين كلمه سد وكلمه طالت. سد وطالت ايه الفرق بينهم؟ سد ده بدون مفعول بعده. يعني بدون مفعول يعني لا يوجد مفيش يا غالي طرف ثاني نتحدث معه. مفيش واحد بنتكلم معاه. اقول لك هي السند طال زاد ان هي ويل ترافل ان هو هيسافر. او خليها هي وات. هي السند طال هي وات ترافل ان هو هيسافر. طب قال لي مين؟ انا ما اعرفش. مفيش طرف تاني. لكن told بعدها طرف تاني. told وراها طرف تاني بتكلم معايا. اقول لك هي told me هو اخبرني that ان هي would travel ان هو هيسافر. فاداني كلمة told بعدها طرف تاني said من غير طرف تاني. خلي بالك من مرة عدد التعبير عن القدرة. التعبير عن القدرة نوعين. في قدرة في المضارع
وفي قدرة في المضارع. القدرة نوعين، في مضارع وفي مضارع. في المضارع عندي كان معناها يستطيع أن. كان بيبقى المصدر، نفيها كان تاء. كان ده بيتساوي أم أو إس أو آر، إيه قلتوا؟ قادر على. كان بتساوي غالي، أقول لك أم إس وآر كيبابل أوف. بس خلي بالك أهم حاجة إن إيه قلتوا أو كيبابل أوف قدامها أم إس وآر. معناها يستطيع أو قادر على في المضارع. الماضي عندك قادر. قلت قرار مصدر بتشيل الماضي، اخدت ملحوظه بتقول لك يا غني ان كلمه قلت ده تنفع مع الماضي وممكن تيجي مع المستقبل على الناس، ولكن ذا فيوتشر في المستقبل وقد ليكم زمون ممكن نعيش على القمر، يبقى قلت ماضي ومستقبل الاثنين. قلت ده بتساوي was aware able to بتساوي اقول لك manage to بتساوي succeeded in. وخلي بالك ان اللي فيها تقول غالي وراها المصدر ان وراها الاسم يرجمد. دولت كده المصدر ان يا الاسم يرجمد. التلاته بيساووا في المعنى استطاعت. هل في فرق؟ ايوه، ان اي واحده من دولت استطاعت فعل شيء ما بصعوبه. كان فيها غالي صعوبه في الحجز. فخلي بالك وانت بتحلها. دي بالنسبة للتعبير عن القدرة. خلي بالك إن كان وقد الاثنين هم ممكن يجوا مع الاثنين. أقول لك مثلا طلب إذن. طلب إذن. لو أنا بطلب منك حاجة كان أمر يوز يور بن، مثلا قلم بطلبه وممكن تيجي مع طلب إذن. واحد عايز يستلم التليفون بتاعك، فأنا بقول له اتفضل، أقول له يس يو كان، اتفضل بديك إذن. ومع الاقتراح اقول لك وي كود جو تو ذا زوم اقتراح. اظن انت عارف بالمره. في نود 2 عندك المقارنه والتفضيل. بالنسبه للمقارنه يا غالي بين الاثنين، لو انا بقارن بين الاثنين احسن. طبعا الصفه يا اما قصيره، الصفه قصيره يا اما الصفه طويله. الصفة القصيرة بتعمل ايه؟ بتحط الصفة ER وبعدها كلمة زائد. كلمة زي كلمة طول طويل يبقى taller زائد. كلمة زي كلمة short قصير تبقى shorter زائد. فأنا بحط الصفة ER بعدها زائد، ده صفة قصيرة. طب صفة طويلة زي كلمة expensive غالي أو interesting شيق comfortable مريح، أعمل ايه؟ قال له قدامها يا اما مور يا اما لسه وبعدها ثانية. مور معناها اكثر من، لس اقل من، اسمها مور او لس الصفة زين. يبقى القصيرة هي اكثر من زين، طولة مور او لس الصفة زين. خلي بالك في ناحيتين مهمين، ايه هما؟ واحد ان كلمة لس ده لس، وبالمرة از الصفة لسه لو انت فاكر از لس معناها الصفة زين، وآز الصفة آز الاثنين. بص كده التركيبة دي كده لس الصفة زين آز الصفة آز الصفة بعدهم بدون أي إضافات، ما بحطش أي إضافات للصفة. يعني أقول لك آز طول آز، أقول لك لس، خلي بالك لس مع الصفة الطويلة والقصيرة الاثنين، لس طول أهي ولس إكسبنسيف. بس اهم حاجه الصفه يا غالي من غير اي اضافات، من غير حاجه. يبقى مع لس وقال الصفه من غير اي اضافات، ادي اول حاجه خلي بالك منها. تاني حاجه يمكن تاكيد باكد المقارنه بين اثنين بكلمات مثلها. سبع كلمات تاكد بالمقارنه. عندك الوت ابت اريتل، خد اللي فيها حرف اف الاول. عندك ايفن، عند ماتش، عند سلايتلي سلايتلي، وعندك كلمه فار. اي واحده من دول تيجي مع مقارنه بين اثنين ازاي؟ اقول لك احمد از، بص كده طولر زاد علي، احمد اطول من علي. مقارنه بينهم، مقارنه بين احمد وعلي، مقارنه صحيحه. حط قدام الصفه اهو اي كلمه من دول. اقول لك الوت طولر زاد اطول منه بكتير، اقول لك ماتش طولر زاد، a little
اكتر منه بقليل، فاي واحده من دول تحطها مع قدام الصفه بتاكد المقارنه. خلي بالك ما تستغربش من حاجه لما تلاقيها في الجمله اسمها ماتش مور، اقول لك ماتش مور اكسبيرينس. ازاي؟ جت التركيبه دي ازاي؟ احنا عارفين الاكسبيرينس بصفه طبيعيه، فقدامها يا اما مور يا اما اس، تمام؟ وباكدها بكلمه ماتش، فباكد ماتش يبقى ماتش مور اكسبيرينس. ازاي؟ ما تستغربش. خلي بالك برضه انت بتحل ممكن تلاقي حاجه اسمها مور اند مور، اكثر واكثر. تلاقي مثلا تولر اند تولر، اطول واطول. ما تستغربش ليه غالي، انا باكد الجمله باني بكرر نفس الصفه بكررها، تمام؟ خلي بالك برضه انت بتحل لو لقيت الجمله اوف ذا تو من الاثنين دي مهمه، هتحط يا استاذ نضع ذا والصفه اخرها اي ار، دي مهمه خلي بالك منها. اوف ذا تو ذا والصفه اخرها اي ار. بعد كده عندك التفضيل، لو انا بفضل واحد على مجموعه هو الاشطر هو الاطول، برضه في صفه قصيره وفي صفه طويله. لو الصفه قصيره هحط قدامها ذا واخر الصفه اي اس تي. كلمه زي كلمه سمول او شورت قدامها ذا اهي، وهنا اسمها تبقى سمولست، هنا شورت تبقى ذا شورتست. لو الصفه طويله بحط قدامها يا اما ذا موست الاكثر يا اما ذا ليست الاقل وبعدهم الصفر. اقول لك ذا موست اكسبنسيف، ذا ليست كومفورتبل، وهكذا. ذا موست او ذا ليست قدامهم ثم الصفر. نؤكد التفضيل، بعد التفضيل ايه غالي بكلمتين، كلمه اسمها باي فار وكلمه اسمها ايزلي. خلي بالك ان باي فار تفضيل، لكن كلمه فار بس مقارنه، فخلي بالك وانت بتحل. خلي بالك بالمره ان كلمه ايفر لو بحاول تعملي في الجمله ايفر او اوف اول، ده شغال تفضيل. خلي بالك لو بين كلمه نيفر ديت مقارنه هنا، يبقى كلمه ايفر او اوف اول تفضيل، نيفر دي مقارنه. خلي بالك بالمره لا نضع ذا قبل الصفر، يعني انا ممكن احط الصفه اخرها اي اس تي من غير ذا امتى؟ واحد بيقول لي بعد او ظروف اس الملكيه او صفات الملكيه. يعني لو عندي في الجمله او ظروف اس الملكيه صفات ملكيه ما تحطش ذا خالص. بص كده، احمد ذا جريتست اتشيفمنت، اكبر انجاز لي مثلا از تو بي ا دكتور يكون دكتور. فانا هنا عندي دكتور اس حاطط جريتست من غير ذا. شيل احمد ذا قبلك هز صفات ملكيه هز جريتست اتشيفمنت. فلو عندك او اسباب الملكيه او صفات الملكيه ما تحطش ذا. رقم اثنين مع العدد الترتيبي، العدد الترتيبي اللي هو ذا فيرست الاول، ذا سكند الثاني، ذا ثيرد الثالث، اي عدد ترتيبي حط الصفه من غير ذا. عندك بالمره مع كلمات مثل لايك ولاف وانجوي وادماير، هذه الكلمات هتحط بعدها يا اما بيست يا اما موست يا غالي من غير ذا. بقول لك اي لاف اول ماي فاميلي، بحب كل اسره، بس لكن اي لاف ماي ماذر بيست او موست، تمام؟ خلي بالك بالمره حاجه اسمها المقارنه الطرديه والعكسيه، اسمها كلما كلما، ده ان شاء الله هتجيلك في الامتحان، ده مهمه. هتلاقي في الاول يا غالي ذا مور والناحيه الثانيه مثلا ذا مور، او في الاول يا غالي ذا لس والناحيه الثانيه يا غالي ذا لس، او هنا ذا والصفه اخرها اي ار، وهنا ذا والصفه اخرها اي ار، او اي واحده من هنا مع اي واحده من هنا. ازاي؟ اقول لك ذا مور يو ستادي، كلما تذاكر اكثر ذا هاير ماركس يو جيت، كلما تجيب درجات اعلى ذا هاير ماركس يو جيت. ف
فانا عندي في الجمله الاولى ذا مور اللي حكالي ذا الصفه الخيار المشكله اسمها ذا مور ذا مور ذا ليس ذا ليس ذا الصفه الار ذا الصفه الار. خلي بالك بالمره ان ممكن يمكن حذف زان، ممكن اشيل زان واللي وراها افهمها في الجمله. اقول لك مثلا توداي النهارده اي ام باد، انا النهارده سيء باد، لكن اماني البيت اماني از وورس، اماني اسوء مني، انا فاهم ان هي اسوء مني، فانا عايز وورس زان مي، فشال زان واللي وراها اللي جت اخر جمله، فهنا فاهم المقارنه بين مين، فهي اصلها وورس زان مي، بشيل زان واللي وراها بتبقى جالسه في المقارنه بس. خلي بالك ان زان ده بالمره زان وراه حاجه من اتنين، يا اما يا استاذ فاعل ثم فاعل، يا اما ضمير مفعول يا غالي. اقول لك زي مثلا اي ام فاعل وفعل، او زان مي مفعول. خلي بالك حروف الارض مع التفضيل يا غالي عندك حاجتين، يا اما ايه يا اما اه. ان ده ايه؟ بيجي وراها طبعا المكان، ان وراها المكان، وده بيكون غالبا اسم مفرد. اقول لك ان بلس ان ذا وورلد اوف، وراها يا اما اسم جمع يا اما استنى. اقول لك از ذا تولست واطول اوف هيز فريندز فاصدقاء، او ماي فاذر از ديث وفاه والدي واز ذا وورست ايفن اسوء حدث اوف 2014 2014. يبقى اوف مع الجمع او سنه، ان مع المكان بيكون مفرد يا غالبا. ده المهم في المقارنه والتفضيل. عندك بعد كده طرق التعبير عن المستقبل، طرق التعبير عن المستقبل في ست اسباب. اول حاجه المضارع البسيط، المضارع البسيط مهم فيه مع حاجتين، رقم واحد مع المواعيد الثابته. ايه المواعيد الثابته؟ طبعا مواعيد القطارات، مواعيد الطائرات، مواعيد الافلام، مواعيد الحصص الدراسيه، مواعيد الامتحانات بتاعتك مواعيد ثابته، ميعاد ماتش كوره يا غالي مواعيد ثابته، مواعيد البنوك يا غالي مواعيد ثابته، كلها مضارع بسيط. اتنين دي مهمه مع روابط الماضي التاني. ايه روابط الماضي التاني؟ لو انا عندي في الجمله افتر او بيفور او از soon as او مثلا till until او when او by the time وهكذا. كل رابط الماضي التام هيبقى وراها يا مضارع بسيط يا اما مصدر مضارع تام. امتى بقى؟ لو قدامها مستقبل او امر. يبقى وراها يا مضارع بسيط يا مضارع تام قدامها مستقبل او امر. ازاي؟ اقول لك مثلا I won't play، انا مش لاعب till حتى he comes او ممكن has come. بص كده معايا تلك قدامها مستقبل منفي وراها مضارع بسيط المضارع التاني باستخداماته استخدام المضارع البسيط وهي ثابته رابط الماضي التاني. بعد كده استخدامات وين؟ امتى استخدم وين؟ سبع استخدامات. واحد مع حقائق مستقبليه، لو شخص عنده كام سنه في المستقبل. اثنين مع عرض مساعده، بعرض اساعد شخص. ثلاثه طلب المساعده، بطلب من شخص يساعدني. اربعه مع الوعود، خمسه مع التهديد بهددك. سته مع افعال الظن والتخمين زي I think، I am sure، I expect، I guess وهكذا. رقم سبعه مع اتخاذ قرار سريع، التليفون بيرن هرد عليه فاسمها قرار سريع. وخلي بالك الصفات الشخصيه ليست دليل، عشان كده بحط ويت في الجمله. عندك ام واز وار جوينج تو، بستخدم جوينج تو في ثلاث حالات. طبعا كل ده مع سوف. واحد مع الدليل، في دليل في الجملة، السماء يا غالي صافية يوم مشمس، السماء يا بالصحف حاطط الدليل، امرأة حامل هتالي الدليل، أعمى مش شايف الحضرة يقع فيها دليل،
رقم 2 مع التحذير، لو انا بحذرك هذلك في الجمله لوك اوت احترس او واتش اوت احترس او بي كيرفول كون حريص، اي واحده من اسمها تحذير، والتحذير بيكون ده اللي بحط هنا في الجمله. 3 بيقول لي مع نيه متعمده، في نيه، طب انا اعرف النيه منين؟ هتلاقي في الجمله كلمه زي كلمه بلان، كلمه زي كلمه ديسايد او ديسيشن، كلمة زي كلمة غير انتين ذات يد وان او يوتين شن، كلمة زي كلمة ميك اب هاز مايند يقرر، ميك اب هاز مايند، كلمة زي كلمة سيف ماني بيحوش فلوس، اي واحدة من دي غير تحط وينج تو تعبر عن النية، يبقى دليل تحذير نية. خلي بالك ان التعب والمرض معتبر دليل، تحط وينج تو معاه. خلي بالك لو كنا فيها افعال زمن التخمين زي اي ثينك وهكذا، وفي دليل، الدليل اقوى من الظن والتخمين، يا غالي وحط بوينج فوق. بعد كده عندك المضارع المستمر، المضارع المستمر اللي هو ان او از او ار والجيرون. المضارع ايه؟ المستمر. ده بستخدمه مع حدث مخطط ومرتب، يعني رتبت وخططت اعمل حاجه. فبياتي مع افعال السفر والتنقل. كلمة زي ترافل فيزيت وهكذا. 2 مع أفعال الزيارة، رايح أزور شخص أقول لك فيزيت أو ميت. أفعال السفر والتنقل ترافل فراي أرايف موف، أفعال الزيارة فيزيت ميت سي. رقم 3 مع كلمات دالة، ودي بقى مهمة. كلمة زي كلمة أرينج، دي أهم كلمة، أرينج أو أرينجمنت. كلمة زي كلمة بريبير، وكلمة زي كلمة بوك تيكت، دي مهمة جدا، بوك تيكت، يحجز التذكرة، وإتس أوكي. الكلمات دي حط مضارع مستمر، ليه؟ عايز ترتيب وتخطيط، مش بس كده، ده خلي بالك لو أنا عندي أعياد الميلاد، أعياد الميلاد، والرحلات، والمناسبات الاجتماعية، أي مناسبة يا غالي، كل ده يا غالي في الجملة مضارع مستمر. وخلي بالك لو حدث منع حدث اخر، لو حدث منع حدث ثاني هنحط يا اما مضارع مستمر يا اما مستقبل مستمر. خلي بالك بالمره المستقبل الثاني بتقوم من وين؟ هاف تصريف ثالث، والبازل بتاعه ويل هاف بين تصريف ثالث. المستقبل الثالث بيعبر عن حدث اكتمل او حدث سيكتمل قبل وقت محدد في المستقبل، يبقى حدث اكتمل او لسه هيكتمل قبل وقت. طب انا بعرفه ازاي؟ من كلمه باي او كلمه بيفور، وبعدهم الاثنين مده في المستقبل. اديني كام سؤال؟ هقول لك باي مثلا نيكست فرايداي بحلول الجمعه الجايه. اي ويل هاف ترافل، انا هكون سافرت. انت عارف ده معناه ايه؟ معناه ان انا هكون سافرت قبل يوم الجمعه. فكلمه باي فضل في المستقبل، مستقبل كامل، ده اسمه مستقبل كام، حدث اكتمل او سيكتمل. خلي بالك بالمرة عندك المستقبل المستمر بتقوم من وين؟ بي والجيم. من اسم مستقبل مستمر يعبر عن حدث ما زال مستمر في وقت محدد في المستقبل، حدث لسه مستمر لسه شغال. هتلاقي في الجملة كلمة آت وبعدها مدة في المستقبل، أو كلمة يا غالي فروم ثم وقت تو وقت في المستقبل، أو كلمة اسمها this time هذا الوقت يا غالي next week مثلا، هذا الوقت next year السنة الجاية. المهم إن كلمة this time بعدها مدة، يبقى أنا بحدد الوقت في المستقبل. at 10 tomorrow بكرة الساعة 10 يا غالي I will be traveling،
أنا هكون لسه مستمر في السفر. ليس مستقبل مستمر. بعد كده حبيبي عندنا الحمد لله ثلاث أفعال، فعل اسم سيم وفعل اسم مين، مين وفعل اسم سبوست أو بي سبوست، بي سبوست تو. خلي بالك معايا كلمة سيم معناها يبدو أن، سيم معناها مستر يبدو أنه، كلمة سيم يبدو أنه. خلي بالك يا سيم لا تأتي، ما بيجيش شغالي في الاستمرار، يعني ما ينفعش يبقى اي ساعة ما تلاقي فاي مش نقطة، ما ينفعش. ولا تأتي، ولا تأتي في المجهول، ما بيجيش بس. اوعى تختار حاجة اسمها از سيمد ولا ار سيمد ولا ام سيمد، يعني ما بيجيش قدامها الام ولا از ولا ار ولا واز ولا وير، ما بيجيش قدامها خالص ولا بيجي فاي مدري غير. خلي بالك بقى كلمة سيمد ده بيجي وراها توصل مصر، ادي واحدة بيجي وراها كلمة ذات وممكن من غير ذات، بيجي وراها كلمة لايك، بيجي وراها از اف او از او. تمام، في حاجه اسمها زير، يا اما اقول لك سيمز يا اما سيمد تو بي. زير سيمد تو بي معناها كان يوجد، كان يوجد. خلي بالك كلمه سيم بيجي وراها الصفر مش الظرف، يبقى سيم يا اما تكون مصدر يا زت يا لايك يا ازر يا زو ورا الصفه وليس الظرف. ما بيجيش في اي دي جي غالي، ما بيجيش في الباسل، في حاجه اسمها زير سيم تو بي او سيم تو بي. النفي بتاعها لا نفي، يا اما احط نوت قدام تو ولا سيم نوت والمصدر، يا اما ينفع دونت ودزنت وديدنت، دزنت سيم دونت سيم ديدنت سيم. عندك كلمه مين معناها يعني او يقصد او ينوي ان او يغني يرمز الى ويبتدى معاها. مين دايما بيسأل مثلا يقول لك signify يرمز الى، تساوي ريبريزنت يشير الى، بتساوي انديكيت يوضح ان، بتساوي سيمبولايز يعني يشير ان يوضح الى يرمز الى. كل ده بيساوي كلمتين يا غالي. خلي بالك لو انا قلت لك مين تو ثم المصدر، مين تو المصدر ده بتساوي انتند تو ينوي ان، بتساوي ديسايد تو يقرر ان، فاهم؟ بتساوي بلان تو يخطط ان. وخلي بالك ان مين تو المصدر برضه معناها يتعمد ان، اقول لك اي دونت مين تو هارت يو، انا ما اقصدش اني اذيك، يبقى يحصل ان ينوي ان يتعمد ان. عندك يا غالي مين بعدها تو المصدر، قلت لك معناها يتعمد ان، ينوي ان يخطط ان يقرر ان، ينوي ان يخطط ان يقرر ان. في بقى حاجه اسمها مين ثم الشخص تو المصدر او مين فور الشخص ثم تو ثم المصدر. تمام، خلي بالك في حاجه اسمها بي مين تو، بقول لك بي مين تو معناها من المفترض ان، ودي بتساوي بي صف، يعني بتساوي ده بتساوي بي صف وسط الاثنين بيساوي بعض، من المفترض ان معناها من المفترض ان، معناها مسؤول عن، معناها لابد ان، اسمها بي مين تو. في سؤال وات دو يو مين، ماذا تقصد، ماذا تنوي، وات دو يو مين بيدل على الغضب يا غالي. بيصر الجزء ده خلي بالك لازم قدامها اكو از وار، لازم بعدها تكون مصدر، لازم فيها حرف الدي بدل حاجه اهو، لازم اكو از وار، لازم فيها دي، لازم وراها تكون مصدر. بيصر الجزء ده معناها من المفترض ان، ودي كده بتساوي بين تو من المفترض ان، بتعبر عن اعتقاد شائع، اقول لك مثلا المدارس بقى احسن مدرسين، اعتقاد شائع. بتعبر عن المسؤوليه، اقول لك مسؤول عن الضباط، مسؤول عن حمايه الناس، تعبر عن الهدف منه اللي هو يا غالي الفيتشر اللي هي او الهدف او زي ايه، اقول لك الهدف بالتاكيد مثلا تقول يبرد يا غالي زرار الحفره، يبقى دي سبوست تو. طبعا اقول لك وات از ذس سبوست تو مين، ما المفروض بهذا او وات
What am I supposed to do؟ ده سؤال بيعبر عن الغضب. خلي بالك ان كلمة suppose انا خدتها suppose بس، او خدتها supposing ing، دي كده بتساوي اف يا غالي. وفي حاجة اسمها supposing الواي معناها ظرف يا غالي، تيجي في اول الجملة supposing من المفترض ان برضه. خلي بالك بعد كده عندك حالات، حالات ودي اخر حاجة. طبعا زي ما انت عارف تكفى اوتوماتيك من اسماء فعل الشرط تقول الجواب الشرط. لو انا مثلا بالحالة الصفرين، الحالة الصفرين كيف يا غالي وراها اوتوماتيك، اول جملة مضارع بسيط والناحية التانية مضارع بسيط زيها. الحالة الصفرية بتيجي مع الحقائق وتأتي مع الألوان، وده طبعا مع العادات الشخصية المتكررة، عادات شخصية متكررة اسمها الحالة الصفرية. بعد كده الحالة الأولى F فراغ متين، أول جملة غالي مضارع بسيط، الناحية التانية ويل ثم المصدر. خلي بالك لو ما لقيتش ويل هتلاقي يا امر يا طلب يا نهي، يا اما ليتس والمصدر، يا تيز والصفر، يا اما غالي كان او شال او عندك شرط او عندك اكتو او عندك مصدر، كل ده بيحل محل ويل. الحالة الأولى تشير للمستقبل. خلي بالك بالمرة الحالة الثانية، الحالة الثانية اف ورا جملتين، اول جمله غالي ماضي بسيط تصريف تاني للفعل، وهنا وود ثم المصدر. لو ما لقيتش وود غالي هتلاقي كود ده، يا وود يا كود. خلي بالك في الحاله الثانيه ان فيها افعال مسافر اول زي التاني زي التالت، هيت وقط وبوت، بعرفها ماضي ازاي؟ تيجي مع الفعل المفرد ما فيهاش حرف اس، فخلي بالك انت بتحل. لو فيها اس اللي مضارع، ما فيش اس يبقى ماضي. الحالة الثانية ماضي بسيط وضم المصدر. خلي بالك الحالة الثانية بتشير للمضارع، الحالة الثانية تشير للمضارع، يعني أصلها مضارع. إزاي؟ لما أقول لك مثلا إف أي وير طول، لو أنا كنت طويل أي وود بلاي مثلا باسكت بول، لو أنا طويل هلعب كرة سلة. يبقى ده معناه إيه؟ معناها إن أنا يا أستاذ أي أم نوت طول، أنا لست طويل. لو قلت لك عبارة مضارع لأن الحالة الثانية بتشير للمضارع، اسمها مضارع. طبعا الحالة الثانية فيها سوء النصيحة، if I would you I would، لو أنا مكانك هعمل كذا وكذا وكذا. بعد كده الحالة الثالثة if فراغ متين، أول جملة ماضي تام اللي هو have تصريف ثالث، والناحية الثانية would have تصريف. خلي بالك لازم وراها تصريف ثالث، لو مش تصريف تبقى حاجة تانية، ازاي ده عادي؟ لو انا قلت لك مثلا اف اي نوت ا كار اي وود هاف تو فيزيت علي، اف اي نوت ا كار اي وود هاف تو فيزيت علي، هبص في مجلس نار هات ولا هات هات؟ ببص في الجملة لقيت عنده وود اهي وراها هات، هل بعد تصريف تاني؟ لا، يبقى اسمها وضع المصدر يا غالي، دي حالة تانية يبقى هات بس. هو أنت بتحل خلي بالك. عندك بالمرة إف اللي هي بتساوي حاجة اسمها as long as، طالما بتساوي in case، طالما قلت لك بالمرة بفرق بينهم إن إف معناها لو السبب موجود بعمل حدث. يعني انا هشتري سندوتش وانا جوعان، لما اشعر بالجوع هشتري سندوتش. طب كلمه الكيس دي معناها تحسبا لي، يعني تحسبا، يعني انا هاخد معايا سندوتش جعان هاكله، مش جعان موجود معايا، اسمها تحسبا للحدث. اف بتساوي as long as in case عندك provided that او من غير that، عندك providing that او من غير that، عندك بالمره on condition برضه that او من غير that يا غالي. كل ده وبالمره only f، only f، كل ده بيساوي f.
معنى إذا أو لو بيحل محل إف دون أي تغيير في الجملة ولا في المعنى. خلي بالك إن في حاجة اسمها unless. unless معنى إذا لما بتدل على النفي يعني. إذا بقول لك unless you study hard لو أنت ما ذاكرتش شوية في القصة يبقى unless إذا لم. خلي بالك بالمرة في حاجة اسمها بدائل إف. بدائل إف أول حاجة عندك شرط. شرط وراء فاعل ثم المصدر. والناحية التانية يا إما ولع يا إما وضع مش مشكلة. ده مش هي اللي بتحدد الحالة الأولى والتانية. أهم حاجة وراها المصدر. عندك يا غالب هي فاعل ثم تو زائد المصدر. يبقى وير بعدها تو المصدر. الناحية التانية وضع بس. طبعاً أو وضع كده وقفية. حالة تانية بس. يبقى شوط وراها المصدر وير تو المصدر. عندك هاد بعدها فاعل ثم التصريف الثالث. الناحية الثانية would هاب تصريف ثالث. يبقى أنا عندي شغل وراها المصدر وير تو المصدر هاب تصريف ثالث. طب خلي بالك بقى إن ممكن وير ده وهاب الاثنين يجي بعدهم فاعل ثم اس والناحية الثانية would والمصدر. إزاي تعرف كده؟ وير فاعل اس هاد فاعل اس وضو المصدر. يبقى هاد لو بعدها اسم وضو المصدر لو بعد تصريف ثالث قول هاد تصريف ثالث. طب افرق بينهم ازاي؟ بالمعنى. وير معناها يكون هاد معناها يمتلك. بص كده نقط يا غالي اي اختار اي وود ترافل وقال لي اختار وير ولا هاد. ببص في الجمله فاعل اس بقت ليه ينفع اقصد بالمعنى؟ هل ينفع اكون عربيه سافرت لو امتلك عربيه يمتلك. يبقى وير وهذا فاعل اسم وير يكون هجر. خلي بالك في حاجه اسمها وزنت بتساوي حاجه اسمها باد فور بمعناها لولا او بدون تحل محل اف في كل حاجه يعني في كل حلقة الثغر بيبقى من الاسم يرجو. في حاجة اسمها in case of يبقى أنا عندي in case بس جملة كاملة in case of و in the event of وعندي with وعندي by بيحلوا محل في كل حلقة برغم الاسم يرجو. ايه الفرق بين الاثنين؟ المجموعة الأولى دي لما وجودهم بتدل على المجموعة دي إذا أو لو بتدل على إثبات. بص كده نوت بلاد بانكس بلاد بانكس بنوك الدم. ماني بيبول ناس كثير وود داي هتموت يا غالي. قال لي اختار إف ولا أنليس ولا وزوت ولا إن كيس أوف. تعال بص كده معايا رحت ابص في النقطة لقيت بلاد بانكس اسمي يبقى اف خطأ عايز اقول لك كمل انلس خطأ عايز اقول لك كمل. يبقى يا اما دي يا اما دي اخد رهن واحدة ثلاث جملة بدون بنوك الدم ناس هتموت بدون يبقى مستر وزود اجابة صحيحة. خلي بالك لو عندك اي ان دي عشان تحرك في الامتحان فانا عندي فعل في الجيرنت وبعده يغني عندي الجيرنت وبعده فعل لو الجيرنت وبعده فعل دي كده اسمها جملة كاملة. جملة كاملة ازاي؟ اقول لك not running my business ادارة عملي is difficult ادارة عملي بتكون صعبة. I won't do it لو شغل صعب مش هأديه. قال لي اختار اف ولا ان كيس اوف. طبعا ده ديجري لو شغل صعب مش هأديه يبقى ان كيس اوف عند الديرون دي يا مستر اجابه خاطئه. انا اختار اف ليه؟ انا عندي الديرون ده بس في فعل يبقى اسمه اس وده فعل يبقى اصبح الجمله كامله بختار اف. خلي بالك في حاجه اسمها اف
it weren't for. If it weren't for ده وراها الاسم يا جماعه، بس دي حاجه ثانيه، دي حاجه ثانيه وود بس وود والمصدر. خلي بالك if it hadn't been for دي حاجه ثالثه وراها الاسم يا جماعه، الناحيه الثانيه وود هاب تصريف ثاني. الاثنين معناهم لولا او بدون. طب يا مستر ايه الفرق بينهم وبين دي؟ بين وزاوت وبات فور. وزاوت وبات فور بتحل محلك في كل حالات، يعني ما الناحيه الثانيه وود صح، وود صح، وود هاب تصريف ثالث صح. لكن لما الاقي افت ورنت لازم وود بس، الاقي افت هادنت بين فور لازم وود هاب تصريف ثالث بس. خلي بالك بالمره ان كلمة سبوز تخيل او سبوزين تخيل او امجن تخيل بعدين بدل الجملة مثلا جملة كاملة، بس بعرفهم ازاي؟ دائما الجملة السريعة اللي بتبقى عبارة عن سؤال، الجملة عبارة عن سؤال. اقول لك سبوز تخيل you found انك وجدت يا غالي some money، تخيل لقيت بعض الفلوس. بص كده what you do هتعمل ايه يا غالي؟ الناحيه الثانيه هتلاقي مكس سبوزها. دي بالنسبه لحالات اف واللي فيها، دي اهم حاجه في حالات اف غالي. تمام. بالنسبة للبراجراف بتاعك أو الإسئلة المقال بتاعك، طبعا أنت عارف الصفحة الكاملة المقدمة والخاتمة إن شاء الله هبعتها لك بأمر الله على الجروبات بتاعتنا، عشان بس الطلاب اتأخروا والسكرتاري عايزين يمشوا. فحضرتك إن شاء الله بأمر الله المقدمة والخاتمة هتكون على الجروبات إن شاء الله بتاعتنا بأمر الله، وهبعتها كمان ملف في أسئلة القصة تراجعها بأمر الله تاني إن شاء الله القادم. وأنا بكتب في الامتحان المقال بتاع الجميل الصفحه قدام عيون سطره تمام كده. زي ما قلت لك انت مطلوب منك تقسم فقرات، كل فقره فقره صحيحه من 5 لـ7. اول سطر هكتب عليه بسيب مسافه كلمه واول حرف كابيتال، يبقى انا بسيب مسافه كلمه اول حرف كابيتال، وابدا المقدمه بتاعتي ولكن مثلا نو وان ولا واحد شايفه مسافه كلمه اول حرف كابيتال. نو وان كان ديني ذات، لا احد يمكن ان ذس السطر خلص هبدا استغل اوله ذس توبك ان هذا الموضوع وابدا اكمل بقى. المقدمه خلص قال تمام، بدخل على طول في الموضوع ده، يعني المقدمه بتاعتك سطر سطرين كده المقدمه خلصت حطيت نقطه اول حرف نقطه كابيتال تمام، وابدا ادخل في الموضوع بتاعي. بخلي اول فقره دي اول فقره عباره عن المقدمه وجزء من الموضوع تمام، بعد كده بطلب منك فقرتين في الموضوع ثم الخاتم، وانت بتكتب كل فقره بتكتبها زي ما قلت لك كل فقره من 5 لـ7 سطور، كل فقره بتسيب مسافه كلمه الاول، عايز ابدا فقره جديده اسيب مسافه كلمه، ابدا فقره ثانيه اسيب مسافه كلمه، وفي الاخر بكتب فاينلي برضه اسيب مسافه كلمه هي الاول فاينلي اخيرا كوما واكتب الخاتمه بتاعتي. طبعا هذا التفصيل من اسبوع بالظبط، فكل حاجه هتنزلك بامر الله على الجروب بتاعنا. طبعا اكيد لك تاني بعتنا لك على الجروب اسئله ملخصين محلولين جاهزين، كل مطلوب منك انك هتراجع هذه الاسئله بس هتقرا السؤال والاجابه، السؤال اصلا محلول جاهز تمام؟ هتراجع الاسئله دي النهارده ان شاء الله واظبطها كده، واقف معاك اي حاجه هبعت لك الرقم بتاعي تمام؟ خش عليا غالي على الواتس تمام، وبعت لي اي استفسار انت عايز ردت عليك كاني موجود معاك بالظبط، ما تقلقش من حاجه، اي حاجه مش فاهمها برضه اسال واستفسر براحتك عادي خالص. يبقى كده انت عندك على الجروبات بتاعتنا في ملخصين محلولين جاهزين درجات الامتحان، هبعت لك المقدمه والختام بتاعت البراجراف، وطبعا موضوع المزاوية هبعته لك برضه ان شاء الله بامر الله عشان ده يجي في الامتحان السنه اللي احنا موجود فيها دلوقتي، السنه اللي فاتت واللي قبلها جه على مزاوية العيوب تمام. هبعت لك برضه ان شاء الله بامر الله أسئلة ملفات القصة بتاعتنا، أسئلة القصة ملفات ليها بتاعت الملخصات زي جيم زي العمالقة تمام؟ ما احنا جاهز زي ملخص إيه ولا برضه، القصة لها اختصار أو تلخيص ولها أسئلة محلوة ومحجوبة،
اتمنى انك تفهم الفيديو واقف معاك اي حاجه مش فاهمها ابعت لي زي ما قلت لك ابعت لي واسال وانا هرد عليك عادي خالص. طبعا على بالك عادي عادي خالص. ذاكر واحده واحده على بالك ما تستعجلش. الامتحان هيجي بامر الله كويس خالص وهتحل ان شاء الله وهتطلع مبسوط من الامتحان. هنزلك بقى على قربتنا ان شاء الله بامر الله مواعيد تسجيل اسماء بتاع الترم الثاني لو قال لنا هم اتمنى نساعد بشكل معين بتاع سجل اسمك عشان بس المجموعات ما تبقاش في زحمه والكلام ده. فاتمنى لك التوفيق اتمنى لك التوفيق بامر الله اتمنى لك ربنا يكرمك اتمنى لك النجاح دايما. افتكرنا الدعوه طبعا انا عملت اقدر عليه حاولت الخص لك الدنيا كلها وانا في بالك المنهج بتاعك. اتمنى لك النجاح والتوفيق ان شاء الله بامر الله. طبعا اكسبيرس بتمنى لك طبعا امتحان كويس جدا. مع السلامه توحشوني والله باي.